كده امشوا 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 يلا غوروا يلا كلوا كشوطة. بتفكر في ايه يا علوان؟ أني نويت أعسلي على أبوكاتو ونخور ورا الورث والحجج بتاعة الأراضي والبيوت اللي فاتها أبويا الله يرحمه. أيوة كده فرحني، أهو أنت كده بقى راجل بصحيح. أمال أنا كنت إيه قبل كده يا بيت؟ كنت راجلي بس خوف شويتين. أنا عمري ما خفت من حد أبدا يا فهيمي، كل الحكاية إني مش عايز أنا وأخويا نبقى فرجة وشماتة للي يسوى واللي ما يسواش. طب هتعمل إيه؟ يلا قول. عثمان قال لي إن أبويا كتب له الأرض بيع وشارى، وأني متأكد إن هو كداب. والنبي إيه؟ توك ما عرفت إنه كداب. أنا نويت أتفق مع الأستاذ ياسين الأبوكاتو، يشوف لي حل في الموضوع ده. هو راجل حقاني ومحامي شديد. أيوة كده فرحني، كده بقى أنت أبو الرجالة. شو بس علوان أبو الرجالة؟ لا ده العوم ده علوان. في إيه يا حنان؟ خير؟ أني الحق عليا إني شفتك واقف كده قلت أما أجي أحلي بقى. سيبيني في حال الله لا يسيئك. يوه يخيبك يا حسان، بقول لك احلي بقك يا ولد، تاني جايبة صوابع زينب انما ايه؟ هتاكل صوابعك وايدك ورجلك كمان وراها. أنا مش جعان مش عاوز. يوه ده حلم يا ولاد ولا علم؟ حسان بيقول مش عايز اكل، يا دنيا جرى فيها ايه يا ولاد؟ الله مالك يا حسان؟ مالك حد يا ولد؟ يا حنان سيبيني الله لا يسيئك. يوه ده احنا يتامى زي بعضين، لا لقينا حد مبعبع معاه ولا صدر حنين حتى نريح راسنا عليه. اهو نصيبني، ربنا عايز كده. هو كل هم نبقى فيه نقول ربنا عايز كده؟ امال نعمل ايه يعني؟ قصدي يعني ان الواحد يقدر يعمل حاجات كتيره قوي، يعني يدور له على وليف، يتكلم معاه، يبعبع معاه كده يعني. هيدور عليه فين الوليف ده يا بيت؟ اني عارفه بقى يا اخويا. شوف انت استني بس يا بيت يا حنان، رايحه فين؟ يا اخويا لحسن ست راويه تستعوقني. تعالي بس يا بيت اما ادوق صوابع زينب دهيه. تعالي هنا وريني كده. امسك. انت اللي عاملاهم بجد يا بيت؟ ايه الله، دول صوابع زينب، دول صوابع حنان ام الحنيه. يوه ركني منهم يا بيت. ذوقي عمايلك. قلت لي دور على وليف برضك. يوه يا حسان ما تكسفنيش بقى. مش كنت تقولي من الاول يا بيت؟ لا اقول ايه يا حسان، انت هتقولني كلام ولا ايه؟ هات يا اخوي. انا بقول انك انت احلى واحده بتعملي صوابع زينب في الدنيا. تسلم ايدك. الله يسلمك. سيبيلي الطبق ده، هو انا هخلصه كله. يلا بالهنا والشفا يا اخوي. بالسلامه يا بنتي يا حنان. سلام. تسلم ايدك. النبي طيبي وغلباني ليه عسر. يا مرحب كده يا علوان، ازيك وازاي ولادك؟ بخير الحمد لله. تعيش يا مندوب افندي. وازاي عثمان اخوك؟ حلو اخباره ايه؟ الاخوه من ساعه ما بقى عمده ما حدش بيشوفه، يكونش كبر علينا. مشاغل بقى، ما انت عارف الدنيا تلاهي. بلا كلام، اللي بيحب يزور حد بيزوره. تبوك الله يرحمه كان كل يوم والتاني عندي هنا في المكتب. اي والله ما صوابع العيد مش زي بعضيها يا شيخ. ابوك الله يرحمه لما ابوه مات ما كانش بيتقطع عن اصحابه، وكان دايما يزورهم ويودهم، وفي المواسم ما يقطعش خيره عنهم. اشي قمح، اشي رز، اشي بط، اشي وز، هي دي الاخلاق اللي بصحيح. ايوه والله، الله يرحمه ويجعل كله في ميزان حسناته. قادر يا كريم. امين يا رب العالمين. بلغني يا اخوان ربنا كرمك بمولود كده من قريب، صح؟ ايوه صحيح، سبحان العطي الوهاب. وعملت له الفدو بقى بتاعه ولا لسه؟ لا ما عملتهلوش. لا يا علوان لازم تعمله، وما تنسانيش بقى بطبق فته من الحلو اللي كده وتكتر لي عليه اللحمه. لحمه؟ ايوه. لا هو انت لساك فاكر؟ ده الواد خلاص كبر وهنجوزه. ربنا يحفظك ويحظه. طب يا سيدي، والخطوه العزيزه دي بقى جت فجاه كده ولا انت اللي قصد تيجي تزورني؟ انا يعني كنت جاي اسال على حاجه كده. خير. انا كنت جاي اسال على حاجه للاراضي والبيوت اللي فاتها ابويا الحاج الله يرحمه. ليه كفر الله الشر، حصل حاجه بينك وبين عثمان اخوك؟ ايوه ما انا عارفه، ديني وطماع وعينه ما يلهاش الا التراب. ابوك نفسه كان بيقول عنه كده، تصدق؟ ده ده يا عم ما حصلش حاجه، انا جاي بس عايز اعرف. يعني عايز تفهمني ان لا انت ولا عثمان انت لسه تعرفوا حاجه؟ ده كلام يا راجل، وجاي تسالني دلوقتي؟ ده ابوك ميت من يامي. يا عم انا دلوقتي جاي اطلب منك حاجه، هتعملها لي ولا مش هتعملها لي؟
طيب ما تتضربينش قوي كده، هعمل لك عشان غلط المحوم، بس بشرط تبقى توديني تحللي بقي توديني كده. ماشي يا سيدي، كل اللي تؤمر بيه، بس خلصني امال بقى الله لا يسيبك. يا سيدي حاضر، ما تتضربينش، انا نفسي اوعيك لان حكايه المرض دي بتعمل مصايب، وخصوصا بين الاخوات وبعضيهم، انا بنبهك اهو. هني محفوظ كل حاجه. الله ينور عليك، وريني بقى كده كل المحفوظ عندك. لا اوريك ايه؟ مش لما تحليلي بقي يا سي علوان. عارفه يا نظيمي، اني واني صغيره كنت امشي ادب برجلي على الارض، كان رجاله الكفر كلهم يتلهفوا علي، كنت بشوف ده في عينيهم، كنت امشي اوقف البلد كلها على رجل، وفجاه العمر جري بيه، كبرت. كبرتي ده ايه؟ فاشر ده انتي ولا البدر في كماله. والنبي صحيح يا نظيمي؟ ايوه. طب امال عثمان ما بقاش متلهف عليا زي الاول ليه؟ ده اول ما اتجوزني كان يفضل ماشي في ديلي كده، اقول له يا راجل روح شوف حالك ومحتالك، يقول لي انت حالي ومحتالي. واني جيت الدنيا دي غير علشانك يا حفيظي، لكن خايفه، خايفه للعمر يجري بيا وابقى لوحدي، خايفه ملقاش اللي ياخد بايدي، خايفه ملقاش اللي يسندني، خايفه الناس تنهش فيا وملقاش اللي يحوش عني. تعبت اني امشي في الكفر واني حاسه ان كل الستات بتتمقلس علي، منهم اللي تغزني بعيالي وتعيرني اني ما بخلفش، ومنهم اللي تخبي عيالها مني خايفه لعيني تحسده. اها، والنبي والمقام الطاهر اللي زرناه، لا تنولي مرادك يا ست الستات. يا رب يا نظيم يا رب، لحسن انا قلبي خلاص ما عادش متحمل، كل ما عيني بتقع على عيل قلبي بيوجعني وبينغصني بالقوي. ما انت خلاص رحت للمقام واشتكيتي له، يبقى خلاص ربنا هيستجيب لك ان شاء الله. يا رب يا نظيمه يا رب يسمع منك ومني يا رب. عملت ايه يا علوان؟ مش عثمان طلع كذاب؟ طب وايه اللي جد عليك ولا عليا؟ المهم عرفت ازاي؟ ماني رحت المحكمه الشرعيه وشفت الاوراق المسجله اللي تخص اراضي ابوي. يا واد يا واد، ولقيت ايه بقى؟ لقيت ان المرحوم ابويا ما كتبش اي تهم بيعاه لا لعثمان ولا لغيره. طب ماني عارفه ومتاكده انه كذاب. يعني انا اللي مش عارف؟ اني بس مش عايزه اقوم مشاكل بيني وبينه، قلت برضه اخويا الكبير ومسيره في يوم من الايام يعقل ويديني حق، انما توصل للاهانه وقله القيمه. طب وناوي بقى تعمل ايه؟ عايز افكر كويس قوي وفي المليان قبل ما اعمل اي حاجه. نفكر نفكر قوي وفي المليان كمان. طب مش تعرف الاول هتعمل ايه وازاي؟ كده ما ينفعش يا ابو العيل، الغفر والعساكر مالين كل حته في البلد. أنا بس كنت عايز حنان تروح تقول له فاطمة تقابلني عند المصرف القديم اللي في آخر البلد. أنا عارف سكة من يمة هناك، لو مشينا فيها ساعة زمن وحدي هنخرج برا البلد. أيوة يا أخوي، هي ساعة زمن واحدة والغفر والعساكر يكون لحقوقه. استنى لبكرة يا أبو العيلة أكون وضبت كل حاجة.
كفايه لحد كده يا ست راوية، احنا مش عارفين نرد جمالك في ايه. يا اهلا يا اهلا. اتفضل يا حضرة المأمور. والنبي النهاردة عيد. أصلاً لقيتك ما سألتيش فقلت أجي أنا بنفسي. يوه لو أنت ما تعرفش ده أنا كنت عيانة وجدتي أيضا نار وما كنتش عارفة أرفع راسي من على السرير. بعد الشر عليك يا ست الكل، أجيب دكتور. لا خلاص أنا بقيت كويسة، بس تصدق أن أنا كنت هعدي عليك بكرة. شفتي بقى تبقى القلوب عند بعضها. إن عند بعضها. بقولك إيه؟ أنت عايشة هنا لوحدك؟ لا مش عايشة لوحدي، معايا البت حنان بس بتنضف فوق. والبت دي بتبات معاكي هنا؟ ليه في حاجة؟ لا بسأل بس. أيوة بتبات. أصل أنا كنت عامل حسابي يعني إن إحنا نقعد قاعدة كده ونحكي. من غير إزعال. لا البت تشوفنا والبت دي ما تبلش في بقها فولة. طب تمشيها. ما ينفعش بعد ما شافتك انت عايزة تخرج وتلسن عليا وانت عارف جدتي مش خلصة من البلد واللي فيها. ده اللي يجيب سيرتك في البلد دي انا اقطع لسانه. لا مش للدرجة دي. لا للدرجة دي واكتر. اصل انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. طب اقولك ايه، ما تخليها لبكرة، أكون زوحت البيت وضبط نفسي وعملت حسابي. بكرة ده بعيد قوي، أنا عامل حساب على النهاردة. ما ينفعش يعني أنت يرضيك سيرتي بكرة تبقى على كل لسان. لا يا ستي ما أرضيش. طب أجيب لك شاي. خليها لبكرة بقى. صباح الخير. وأنت من أهل بكرة يا حضرة المأمور. مشي. يبقى مشي. استنى بس، ده كان بيسأل عليك بيتقص عن، بيقول ان في واحد قال انه شافك هنا، بس انا قلت له كلام الناس كتير عشان كده يا ابو العيلة مش هتعرف تخرج من هنا خالص اليومين دول. مش هخرج من هنا خالص ازاي يعني؟ هتني هني على عليكي. يو وده اسمه كلام برضو؟ هو علي وبس. ده انا هجيب لك مشاكل. كل يوم والتاني هتلاقي المأمور نطيت لك هني ومعاه العساكر، وما كانش المأمور هيبقى العمدي والغفر. ليه؟ انا ما ارضلكيش البهدله دي. انت مش وشي كده. امال انا وشي ايه؟ انت وشي كل حاجه حلوه. مش الطيبة والحنية وما تكسفنيش يعني، ماليش في الكلام الحلو معرفش أقوله. كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده اللي بيلعب في القلب لعب، وتقولي ما بعرفش أقوله يعني حس بيه، حس بيه قوي. صحيح يا ابو العيلة بتحس بيه؟ تعرف يا ابو العيلة انت كان المفروض تكون حاجة تانية خالص. كان المفروض تبقى راجل بيه عندك ارض وتين وعزوة، وما كانش ليك خالص البهدلة اللي انت بتتبهدلها دي. الله هنعمل ايه؟
كل واحد بياخد نصيبه، العز له ناسه والبهدلة ليها ناسها. طب ما انت ممكن تختار. اختار ايه؟ اختار ازاي يعني؟ انت عايزة ايه يا ست راوي؟ عايزك انت. اني؟ لا ايه؟ لا ايه؟ دي ما يتقلهاش لا ايه؟ يا ابو العيلة خليك وياي، انا هخليك حاجة تانية خالص. تخليني حاجة تانية؟ يعني مثلا يعني من يوم وليلة كده بقدرة قادر هبقى راجل غني ومعايا بيوت وأراضي؟ أنا بقول مثلا يعني. أيوة يا أبو العيلة، أنا هخليك فوق، هخليك تنسى ليالي الفقر، لا ترجع تفتكرها ولا تفكر فيها تاني. بالإذن يا استراوي. مالك يا ابو العيلي؟ بنت حنان، عايزك تروحي تقولي لفاطمه تيجي لي عند الجميزه المحروقه، عارفاها يا بنت؟ ايوه. ولا اقول لك خليها تجي لي عند المصرف المردوم؟ عوام يا بنت. حاضر يا اخويا فريري. خدي يا بنت، خدي اختك حميها وفليها جوه. يلا يا محمد، يا محمد يا ابن ابو العيلي. يا حلاوه بيت العمدي، يا جمال بيت العمدي، يا مياصد بيت العمدي. ما تروحي يا بنتي يا سعاد انت ورسمية البيت العمدي تجيبوا لنا حبه مسخره كده وتيجوا. ليه يا اختي؟ هو انا زي غيري الا المسخره والحرمانيه؟ هي الواحده ليها ايه غير سمعه؟ طب اختشي يا بنتي انت وهي فاطمه، ما تعملش كده ابدا. اتلمي يا اختي انت وهي، اتلموا. في ايه؟ هو انا بقى عشان ساكتهالكوا هتفضلوا تدبقوني في الراحه وفي الجايه؟ جرى يا اختي منك ليه؟ ما تلمي معزك يا اختي، لمي المعزه دي ولمي المعزه دي كمان بدل ما انا اللي المهم لك. ده انتوا ليه يدور وراكوا؟ هيلاقوا وراكوا بلاوي انت قلتلي. جرى يا اختي؟ حد داسلك على طرف؟ وهو ده مين يا حبيبتي اللي يقدر يدوسلي على طرف؟ ده قطع خبره كده من الدنيا قبل ما حتى يفكر يعملها، ولا ايه يا حمدي؟ يا اختي، يا بختي من كان العمده. يا اختي امك، انا يا اختي اقول لك ايه؟ الميزه الناشفه انت والعيال وامي. ماشي يلا يا اختي، يلا يلا يا ولد. في ايه؟ ضربه ابوس كده ليه؟ انا قلت زيارتك للاوليه هتفرد لك وشك. ابعد عني يا عثمان ومالكش صالح بيا. ده بينك شايله الهم بصحيح. ابعد عني السعاد يا عثمان. هو انت هتعرف مالي ولا ايه اللي قلب لي حالي؟ فيه ايه يا وليه مالك؟ ايوه، مش حاسس بالنار اللي جواي، مش حاسس بالسكاكين اللي بتقطع في كبدي. ده بينك بجد؟ لا، سلامة كبدك يا روح قلبي ونور عيني. الكلام دي من قلبك؟ ايوه طبعا من قلبي، حتما اي كلام بقولهولك بيطلع من قلبي. لا، الكلام ده من ورا قلبك.
ايه ايه يعني كده نافع ولا كده نافع؟ يعني انت بتحبني تصحيح؟ فيه ايه يا هبلة انت؟ هو احنا لينا غير بعض؟ طب امال انت ليه عايز تتجوز علي؟ شوفي بقى يا حفيظ، عشان نقفل الموال ده وما نرجعش ليه تاني، انت عارفة انت ايه بالنسبة لي؟ ده انت عشرة عمر، ده انت النور اللي انا بشوف بيه، واني وانتي فاهمين بعض كويس قوي، وكل واحد فينا عارف هو عايز ايه من التاني والتاني عايز منه ايه. بصي انا عايزك بقى تفهم الكلام اللي انا هقوله ده وتتمعنني فيه كويس. انا عمري في حياتي عملت حاجة من غير ما اخد مشورتك الاول؟ لا بتشورني وفي كل كبيرة وصغيرة مش كده؟ ايوه. شفتي بقى يعني حتى الموضوع الحسيس ده اللي هو موضوع جوازي ده انا وانتي قعدنا اللت ونعجم فيه ايام، ولو سألنا أيتها حد بره مش هيصدق ولا الكلام ده يدخله عقل، مش كده؟ أيوه يا بنت. أني وانتي فولة واتقسمت نصين، انت نص وأني نص، والفولة دي لا يمكن أبدا تبقى تلات انصاص. يا بنت أني بعمل كل ده عشان مصلحتك انتي قبل مصلحتي. مش قادرة يا عثمان، مش قادرة يا راجل. تمام يا حضرة العمد. في ايه يا قلب؟ الست اللي اسمها راوية برا وعايزة تقابل حضرتك. ما قالتلكش عايزة ايه؟ قالتلي عايزة ايه؟ عايزاك في حاجة مهمة. طب هو ابهتها يلا. اتفضلي اتفضلي يا ست راوية. طب اوعى كده وسع من سكتي. العوافي عليكم. يا اهلا اهلا. لو انت فين يا سي العمد عثمان؟ ده انا قلب عليك الدنيا وبدور عليك من بدري. ليه خير؟ اصلا يا اخويا كنت ماشيه ناحيه دارنا القديمه، شفت الجدع ده اللي اسمه يو بتاع الطاحونه، ابو العيله، كان ماشي هناك طرف البلد، وانا سامعه يعني انك بتدور عليه فقلت اجي اقول لك بنفسي. احنا متشكرين منك قوي، الف شكر. طب بالاذن يا سي العمدة عثمان. اذنك معاك يا اخت، الف سلام. غفير وائل، لم الغفر بالسلاح وحضر الكريتة. أني خايفة. خايفة من إيه بس يا منار؟ ما إحنا بنهرب عشان ما نخافش، ما إحنا لو فضلنا هنا هنفضل خايفين. يا محروس، أني لو سمعت عن واحدة إنها هربت من الكفر مع واحد هغلطي، حتى لو كانت هي بتحبه وهو بيحبه، لأن هي كده هتركب أهلها العار وهتحزنهم عليها كمان. يا منار، وإحنا في إيدينا نعمل إيه بس؟ يعني أبوك وأمك هيقدروا على العمدة؟ قولي لنا يعني، ها؟ مين يعني يقدر يحميني؟ قولي لي. مش عارف يا محروس، بس أني راسي من دارة. بس يا مناري ما تقطعيش قلبي عليك، بتعيطي ليه بس؟ يا مناري ما احنا كنا خلاص اتفقنا. يا محروس أني بحبك زي نفسي، أكنك نفسي تمام، بس أني ما أقدرش أهرب وأحزن أهلي علي. يا مناري أبوك وأمك لما يعرفوا أنك مبسوطة وفرحاني هما كمان هيبقوا مبسوطين وفرحانين. يلا يا مناري يلا لحسن قبل ما حد يشوفني. يلا استنى بس يا محروس، استنى شوي. تحملي معانا شوية والنبي يا خالي، هانت كلها شوية ونخرج بره البلد. ما بلاش تاخدوها معاكم، انتي مش حاملة بهدلة. أنا خايفة أتعبكم وأعطلكم في الطريق. يا أبوي ما تهمليها يا فار، دي ولية كبيرة مش حاملة بهدلة يا بنتي. غصب عني يا شيخ محمود، احنا مع بعض على الحلوة والمرة. مش عارفة أقول لكم إيه على كل اللي عملتوه معانا، وعلى الهدوم وعلى الزوادة اللي اديتهم لنا. ربنا يخليكوا يا رب وما يحوجكوا أبدا. بلاش أنا يا فاطمة، سيبونا أنا هنا.
وده كلام برضك يا خالي، ده كلام ربنا يهون علينا إن شاء الله. بتقولي إيه يا فاطمة؟ ربنا يهون علينا يا خالي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا شيخ محمود. ربنا يخليك لي. مع السلامة يا فاطمة. ادعي لنا يا شيخ محمود. ادعي لنا والنبي انت تعودك مستجابه. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين يا بنتي. امين يا رب. امين. يلا يا عيال. يلا يا خالي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. مع السلامه. هات الواد ده، هات. يلا يلا. هات اوعى يفلت منك، اوعى غفير، اوعى يهرب منك. عشان نحطه مش انت قلت لي كده؟ يلا قوم قولوا له يا فاطمه يلا قوم. يلا انت مش واخده العيال. يلا يا فاطمه. يلا قوم يا محروس. قوم يا محروس. محروس انت يا مناري. اهدى. قوم يا محروس. يلا يا محروس. محروس. يا محروس. يا محروس. قوم يا محروس. افتح حوال الباب. امشي يا اخوي. رزع هنا. اقفل الباب. اوعات تكون نسيت اللي انا قلتهولك. ايه؟ انسى ازاي؟ ده كلامي حضرت العمده. براوه عليك يا والي. خد. دي 5 جنيه. حلوه. ليكوا كلكوا. مش حلو. شوف بقى. أنا الموقف ده كبير وأنا ما انساش رجالتي وفي فلوس كمان. يا سلام، ربنا ما يحرمناش منك. أنا مش عايزكم تخافوا من جناب المأمور، ومش عايز كلمة كده ولا كلمة كده. لا كلمة تنقص ولا كلمة تزيد، اللي قلناه بالظبط هو اللي يتقال. ومحدش يخاف ولا يتلجلج من حاجة أبداً. تجاوبوا كده صح سليم، كأنكم بتقولوا الحق، والحق ما يخوفش. أنا عايز العدالة تاخد مجراها للنهاية. فاهمين اللي انا قلته ولا مش فاهمين؟ هما فاهمين. فاهم هتقول ايه؟ هنقول الحقيقه بالظبط. مش الحقيقه يا حمار، هنقول اللي اتفقنا عليه. خلاص يبقى نقول اللي اتفقنا عليه. انت بالذات ما تتكلمش خالص. ها ما تنطقش. ها انت كنت فين يا نيله انت كمان؟
يعني اصلي حضرتك ما دريتش باللي حصل، ما عرفتش الا لما لقيت عربيه جت خدت جتة الواد محروس وطلعت بوها على المشراحي. قوم جناب المأمور جه قلت اجاوب لحضرتك. وصل حضر له العشاء بسرعه. ايوه اتفضل. اهلا يا جناب المأمور. كانوا عايزين يهربوا من البلد. ايه ليه؟ هي سايبه ولا سايبه؟ لما كل واحد يعمل له عامله سوده ويهرب من البلد يبقى انا بقى مش عمده ولا ليا اي لازمه. صدق جنابك اني لا جالي نوم ولا غمض لي جفن ولا عرفت اكل لقمه طول ما العيال دول هربانين. ايوه امال عشان تعرف ان وراك رجاله. مين البت اللي كانت بتصرخ بره دي جنب الجثه لما شالوها؟ ايوه دي البت اللي كان كاتب كتابه عليها المدعو القتيل المجرم ده. ده خيب امالها بعيد عنك. اعوذ بالله لو كان سمع كلامي انا ياما نصحته، بس هو كان عمره بسنانه ولا المجنون ابن المجنونه التانيه اللي اسمه ابو العيله دي. الواد قعدت اقول له يا واد عيب ما يصحش كده، ما تدخلش رجاله غرب في بيتك، استغفر الله العظيم من كل ذنب. لكن تقول ايه ما عادش فيه رجاله في البلد يا اولاد ولا ايه؟ ده الواحد يعني ما بيطقش حد يسلم على جماعته سلام كده اهو. مش كل الناس زيك يا كاونت. قطعه الناس اللي كده، بس الحمد لله زي ما تقول ربنا خد لي بطاري. ايوه امال ايه؟ اصل الاتنين محقوقين لي، قوم وقعهم في بعض الوقعه السودا دي. ده هبش مرات ده، قوم ده قتل ده، قوم الاتنين غرف 60 داهيه. حكمتك يا رب. هو العشاء اتاخر ليه؟ حاس افتح المحضر يا ابني. ربنا على الظالم والمفتري، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا على الظالم والمفتري، انت القوي على كل قوي يا رب. ما تخافش يا ابو العالي، ما تخافش، ربنا شاهد وعارف كل اللي بيحصل. ربنا مش هيسيبنا يا ابو العالي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في المفتري والظالم، حسبي الله ونعم الوكيل. وائل علم الدين زهران. ايه اللي حصل غفير؟ انا يا سعاده البيك كان عندي نوبه سهر اني وكامل. انا قلت اسيب كامل عشان اشوف الامن وهو مستتب. ها وبعدين؟ وبعدين يا سعاده البيك بصيت لقيت الواد محروس بيجري من دار ابو العيله. شويه ولقيت ابو العيله بيجري وراه، شوية ولقيت فاطمة بتجري وراهم. قلت فاطمة راح تحصل أبو العيلة. أنا طبعا كان كل همي إن أمسك أبو العيلة وأمسك محروس. روح ناديه لكامل، قلت له يا كامل روح بلغ العمدة إن محروس وأبو العيلة كانوا بيجروا برا البلد ووائل مسكوا. ماشي يا سيدي كمل. وبعدين يا سعادة البيه العمدة جه ومعاه الغفر كله. الواد محروس شاف الغفر هلين علينا راح هاجم عليا، راح الواد ابو العيله ناتش بندقيه من الغفر وراح ضارب طلقه راح اتكيف الواد محروس طب ساكت على الارض. المره اللي فاتت كان محروس هو اللي خطف البندقيه بتاعتك، حسب بقى اتذكر المره دي ابو العيله خطف بندقيه مين؟ الحقيقه سعاده البيه انا ما اعرفش، الكذب خيبه، بس انا شفت ابو العيله وهو ماسك البندقيه. انا كان كل همي ان الحق محروس يمكن يكون فيه الروح، لكن لقيته مفرفر اخر فرفره. أهو راح فطيس بعيد عنك، كان يجرى إيه بس لو كان سمع كلامي؟ سبحان الله. وأبو العيلة يقتل محروس ليه يا غفير؟ يا سعادة البيه العلم عند الله، وبعدين لا مؤاخذة يعني البيوت أسرار، وإن الله حليم ستار. هو عارف منين إننا كنا هربانين؟ وإيه اللي رمى محروس في سكتنا؟ إيه اللي رماك يا محروس في سكتنا السعادة؟ الله يرحمك يا أخوي. الله يرحمك يا محروس ويصبرك يا مناري ويكون في عونك يا ابو العيله. الهي تنشل يا عمدة، الهي ربنا يبتليك بمصيبه ما تعرف جايه لك منين يا بعيد. الهي ما تكسب ولا تربح يا عثمان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص انت غفير اللي بعد. يعني الغفير كامل. اللي بعده ايه؟ احنا كده في عيدنا الاول بقى نشرب الشاي كده ونستمخ وبعدين نكمل. نشرب الشاي. شاي ايه يا ابوي؟ شاي ايه سعادتك اللي راح تشربوه والبلد فيها كتير؟
كل حاجة وليها إجراءاتها يا عم الشيخ، وأنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا بإذن الحكومة. إزيك يا شيخ محمود؟ ما تأخذنيش سعادتك على دخلة دي، أصل ده موضوع عمره ما حصل في بلدنا من سنين طويلة، أول مرة تحصل حادثة كتف. وبعدين إيه اللي سامعه من الغفر ده سعادتك؟ أبو العلة هو اللي طخ محروس يا عمدة؟ أنا يا أخويا ما أعرفش حاجة ولا شفت حاجة، اللي شافوا عارفين هم الغفر، وهم بيقولوا اللي هم شافوه، وكل واحد بقى مسؤول عن كلامه قدام ربنا، ومسؤول عن كلامه قدام جناب المأمون. ده أبو العلة لو مسكوه سكينة وحطوها على رقبة فروجة ما يعرفش يذبحها. إيه؟ وأنت ناسي يعني إن هو حاول يموتني قبل كده؟ يا أبوي نسيتيه وفاكريه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا فاكرني مصدق الكلام ده من أصله. أنت يا عمدة راح تغني وترد على نفسك؟ احترم نفسك وكلم كلام على قدك، إيه اللي بتقوله ده؟ أنا عارف كلامي زين وعارف بقول إيه. طيب قول لي أنت، أبو العيلة كان عايز يموتك ليه؟ ما تقول. روح اسأله هو يا أخوي، اسأله هو شايل في قلبه إيه من ناحيتي، واسأله هو جه هنا ليه وكان عايز إيه؟ يا أبوي أنت اللي مشيع له وبعت له، ياك نسيت أنت؟ لا ما نسيتش، بس اللي أنت بقى ما تعرفوش إن هو راح يستسمح الشيخ مبروك عشان يقابلني، والشيخ مبروك جه يتوسط لي، وأنا قلت عشان خاطر الشيخ مبروك بس، قلت وماله؟ أهو واحد برضه من أهل البلد، حقه علي إن أنا أقعد معاه وأتكلم معاه وأسمع له وأشوفه عايز إيه، مش أنا برضه المسؤول وواجب علي أقعد مع كل واحد وأسمع له؟ مش دي شغلتي أراعي مصالح الناس؟ واسأل الناس كلها أنا عملت معاه إيه؟ ده أنا وقفت جنبه وعملت معاه اللي ما يعمل، مش أنا برضه اللي جبت له الحكيم يعالج له رجله؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضه اللي اديت له فلوس وهو متلقح في البيت مش لاقي شغلانة ولا حد بيسأل فيه وبيديله مليم؟ ولا دي برضه ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضه اللي قلت له يجيب البت مراته تشتغل هنا في الدوار عشان يسترزقه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضه اللي عرضت عليه يجي يشتغل عندي غفير في الأرض واديله مرتب يومية ما يحلمش بيها ولا أكبر خوجة؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ هو بقى اللي رافض، أعمل إيه تاني أنا بقى؟ لا يا ابو عملت، والله عملت كتير قوي قوي قوي. والسؤال عاد، ليه عملت كل ده مع ابو العلا؟ ها؟ وليه ابو العلا بالذات؟ ابو العلا الطحان جوز فاطمه. وايه اللي بالذات ده؟ انا خاري على البلد كله، وانا بقى مش لازم امشي للناس واقول انا بعمل ايه وبدي مين ايه وليه؟ ولا انت مش واخد بالك؟ انا عارف كل نفر في البلد محتاج ايه ومين محتاج ومين مش محتاج، وانا الحمد لله من فضل ربنا علي مكرمني ومخليني بدي كل اللي بقابله، وانا اللي بديه باليمين ما بتشوفوش ايد الشمال، واللي باخده بالشمال ما حدش بيشوفه اصلا. وبعدين فيه ايه؟ انت جاي تحقق وياي في وجود جناب المأمور ولا ايه؟ ايه ده بس يا عمده، مش كده؟ ما هو مش كلام ده يا جناب المأمور، فور دمي. يعني الواحد يعني يعمل كل ده للناس ولا عارف ينام ولا ياكل ولا يفكر؟ ده انا بشيلها من بقي يا راجل عشان يعني بلاش بقى الواحد يتكلم بقى، بلاش يتكلم. والله انت صعبان علي يا راجل، الله يكون في عونك انت، الله يعينك على نفسك يا عمده. السلام عليكم. على فين يا شيخ محمود؟ راح اشوف البنيه الغلبانه اللي كانت راح تموت نفسيها دي، واسيب سعادتك تعمل اجراءاتك وتمارس عملك، يمكن ربنا يقدرك وتوصل للحقايق وتحقق العدل اللي ربنا راح يحاسبكم عليه. السلام عليكم. سلام. فور دم الله يحرق دمه. بس انت اتحمقت قوي كده ليه يا عمده؟ ما هو مش معقوله برضه يا جناب المأمور الواحد يعني تعب نفسه كل ده ومفيش حد بيقدر اصلا. سيبك انت بقى من الكلام ده كله وخلينا نهدى كده ونقوم نتعشى. مالوش لزوم العشاء بقى. لا مالوش لزوم ايه؟ ده انا قايل لهم يذبحوا بطايه وكام حمامه كده، يعني لزوم العشاء. وبعدين نرجع للتحقيق، هو التحقيق هيطير ولا هيطير؟ انا لحم ودم يا شيخ محمود، والله اني ما عايزه حاجه من دنيتي خلاص. يا بنت حرام الكلام ده، هتخربطي بالكلام يا فاطمه ولا ايه؟ انت بقى عايز ايه؟ انت عايز مننا ايه يا راجل انت؟ ها؟ عايز مننا ايه؟ ارجع يا بنت. ارجع يا بنت. يا ولد عايز
عايز منين ايه يا سالم يا ابن الكلب؟ ما هتخشش هي يا اخويا، انا عايز تخش بيوتكم. عايز منين ايه يا عثمان؟ ما احنا كنا طفشانين وسايبينها لك مخدري. ما تطلع كده انت لو راجل وتقول قدام الخلق دي كلها انت كنت عايز مني ايه انا وجوزي. اطلع لو راجل يا جبان يا ابن الجبان. تعالي يا فاطمه تعالي على داري يلا. انا لا جاي ولا رايحه، انا مستنياه هنا لما يطلع. اطلع يا خسيس يا ابن الخسيسه. اطلع وقول قدام الرجاله دي كلها يا ناقص كنت عايز مني ايه انا وجوزي. اطلع يا ابن الكلب. تعالي تعالي بس تعالي. يا حضر يا فهيمه يلا. ملوش فايده الكلام ده يا فاطمه خلاص. لا يا ولد. انت جيت يا ابو العلي برضه يا واد رجعت من الكتاب. يا واد روح اتعلم العلام حلو. ابوك لو عرف انك ما رحتش الكتاب هيضربك. ده مش عاوز ياخدك وياها الغيط، عايزك تقرا وتكتب يا خايف. يلا يا ماما. صحيح يعني قبل ما انسى، انا بقول ننزل بكره نسجل الارض اللي باعها لك الواد عبد الجليل ده. ده انا برضه كنت ناسي يا حمضه والله. وانا شايف برضه ان الفلوس اللي هو طالبها دي كتيره قوي، يعني ما يستاهلش نصها. والله انا كنت عايز اقول لك كده بس لقيتك بقى حكمت فقلت خلاص. لا اصل انا راجعت نفسي وبعدين نزلت برضه سالت وطقصت وعرفت الارض في المكان ده ما تساويش كده خالص. والله انت ريحتني يا حمضه. احنا مش هنكمل بقى المحضر ولا ايه؟ ايوه اما اؤمر سعادتك شوف انت عايز مين وانا اجيبه لك في التو والحال. اي حد كان موجود في مكان الحادثه. ما هي بنت فاطمه يا عيني مش هتقول حاجه. دي مصيبتها مصيبه. وبعدين الست ام الزفت ابو العيله دي بعيد عنك ملحوس لا بتشوف ولا بتسمع. يعني ايه بقى؟ كده خلاص يعني؟ خلاص. كده بقى الواد ابو العيله هو اللي قتل المحروسه ابو سالم. هنشوف هنشوف. احنا برضه يعني مش هنستعجل الامور، واي جديد هيجد انا هبلغ جنابك اول باول. يا واد يا سنجاه. نعمين. حطيت الحاجه في عربيه جناب المأمور. ايوه وستفتها جنابك. طب روح. لا يا عمده مش كل مره، كده كتير قوي. لا كتير ايه؟ ده ما يجيش من بعض فضل جنابك علينا، كفايه وقفتك معانا. طب يا سيدي متشكرين. كل كل. هتعرفي يا زينب تلعبي لعبه الجاموسه الوالده؟ لا انا ما بلعبش جواميس. يا ابني ما تتعبش نفسك، ربنا شايف وسامع. وبعدين القرشين ابني بيهم البيت احسن، ربنا قال اللي يقدر. وبعدين انا شفت النبي في المنام وزرته، اهو ربنا بيعوضني وانا راضيه بكده، كاني رحت لحد عنده. انا عارفه انه كاتبها لي. يا فاطمة بنتي يا فاطمة. ايوه يا ام. نعم. حميني يا بت، انا عايزه انام نضيفة، يعني النبي لما يزورني يلاقيني لابسه هدمه كده كلها تراب. اخسى عليك يا فاطمة، وانا اللي بقول عليك حنينه وزي بنتي تمام. حاضر يا ام حاضر، بس بعدين ده مش وقته. يا بت بقول لك قرفانه من نفسي يا بت، يعني اشتكيكي لابو العلي واعمل زي الحموات. امي حميها يا فاطمه امي. واد يا ابو العلي اوعى تعمل مش سامع يا واد، ولا تعمل مش سامع حاجه. هي الدنيا ظلمك وحل كده ليه؟ تلاقيك ما جبتش جاز للمبه. يعني هضل ليفت كمان ولا ايه؟ حاضر يا ام حاضر. قومي معايا بالراحه كده يلا. قومي يا ام قومي. انا هحميكي بالراحه. عشان تعرف ان انا لما احب اجيبك اجيبك حتى لو كنت في عيب امك. بقى انت كنت عايز تموتني يا ولد؟ لا وايه؟ وكمان كنت عايز تهرب؟ يا جبايرك يا اخي خيوبا علي، لا خليك تبوس رجلي عشان ارحمك من اللي هيحصل فيك. انسى يا عثمان انسي.
هاني اقوى منك. ايوه امال بشرفي اياكش تكون فاكر ان بالسلاح دي هيخليك ترغمني اعمل اي حاجه انا مش عايز اعملها. لا ده انت لما تشوف حلمة ودنك مش هتنول اللي في راسك الوسخ دي. انت يا راجل انت مش مكسوف من نفسك؟ يخرس يا واد وابلع لسانك بدل ما بلعك زورك. امال يعني عايزني اعمل لك ايه ولا اقول لك ايه؟ اشكر لك يعني واحب على ايديك عشان عايز تتجوز مراتي اللي هي ام عيالي؟ طب ايه قولك بقى اني مش ناوي اعمل ايات وحاجي ومش هطلق فاطمه يا عمدي؟ ماشي هنشوف. وانا اهو وانت اهو وما بقاش العمده عتمان ويبقى شنب ايديه على ابو العيله. لو ما خليتك تجيبها لي لحد عندي وتترجاني يا سبع البرومبه. من امتى المرجله دي يا عتمان؟ لما يجي ابو العيله بقى بيقولوا له ان امك اللي عملت البليله النهارده والله عملتها باللبن بس ولا حطتش فيها قطر ميه خالص. وانت يا فاطمه انا كنت جبت حته قماش اعملها جلابيه ليا مش خساره فيكي. خديها انت بتتعبي معانا. والله انت نعاني من جوه يا فاطمه. ويا فاطمه تنسي العيال يناموا جعانين. لا انا عارفه انك مش هتنسي. انت اصيله. انا عارفه انك بتشيل اللقمه من بقك وتديها لنا. والله ربنا هيكرمك ويعزك عشان خاطرنا يا فاطمه. وابقي شوفي يا بنتي. تسلمي يا فاطمة. تسلمي يا بنتي. عرفت ان علوان واخد البت فاطمة وام المدعوق اللي مرمي تحت ومبيتهم عندهم في الدار؟ ايوه عرفت. مش مرتاح. قلبي مش مطمن. واللي انت بقى ما تعرفهوش كمان انه راح المحكمه الشرعيه للزفت اللي اسمه مندوه ده في مكتبه وقعد يسال بقى على الارض والورث والحيازه. السبعين فدن اللي مزروعين فاكهه؟ مش دول بس، على كله. والبيوت ومناحل العسل وكله. ليه ان شاء الله ده عايز يورثك بالحياه ولا عايز يورثك بالحي؟ وايه اللي تاني اللي حصل؟ ما تقولي انت عايز تخبي عني يا عثمان. اخبي ايه؟ راح للمأمور وخد له زيارة. لا 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 الكلام ده ما يطلعش من راس علوان أبدا. ده لا بيهش ولا بينش. ده دلدول وهطل. الكلام ده ما طلعش غير من راس فهيمي الحرباي. عقلي هيشت يا بيت. مش عارف هو بيفكر في ايه وبيعمل ايه تاني من ورايا وعايز يوصل لإيه؟ للعمودية؟ لا
هو عارف عز المعرفة ومتأكد عز الأكدان إن هو مش هيطوله. بيعمل كده ليه بقى؟ طب قول لي، وبتاع المحكمة الشرعية ده ما راحش ليه لأخوك يقول له إن أنت شاري الأرض بحجة رسمي؟ هو أصله زعلان مني يعني، كمنه جالي من أسبوع كده وطلب مني فلوس، وماني قلت له روح أنت وأنا هبقى أشوفك. ليه يا عتمان؟ ليه يا أخويا؟ مش لو عندك للكلب حاجة تقول له يا سيدي وده كلب وانت محتاجه تقول له يا سيدي تقوم تديله؟ ما تديله يا عتمان، ما هو واخد فلوس من 5 سنين. يوه من 5 سنين يا راجل، خلصوا ولح يصرفهم. يوه 5. يوه ايه اللي جابك السعادة يا حسان؟ اني اصلي يا بنتي حنان زي ما تقولي كده، لا علي بارد ولا علي حامي، اني حاسس اني هطق من جنابي. مين سمعك يا اخوي؟ لا بالحق بنت ما نرى عامله ايه دلوقتي. ليه يا ولده والختم الشريفه حالتها تصعب على الكافر. حول الله يا رب، ما هو كده الغلبان ما يشبعش غل. ايوه بقول لك ايه يا حنان، اني جواي كلام يامي وبدي افضفض به وياك. طب يا حسان بس مش هتقول علي بنتي كده ولا كده؟ دي واني يا بنت لو شايفك كيدي ولا كيدي كنت وقفت اتكلمت معاكي من اصله ولا حتى وقفت الوقفه دي؟ طب اسبقني بقى حدث ايه الخروه واني حصلك في الريل. طب ما تعوقيش علي، لحسن حضره العمده لو صحي من النوم ما لقانيشي هيطلع شر اليوم الجديد كله فيه يعني. حاضر يا اخويا في الريل اهو، روح بقى. استنيكي. ها معلش بقى يا سابو العيلة، طريحتك وجبت. وجبت طريحتك ابو العيلة يا سي بقى. معلش احنا مش اتفقنا ان هضرب اول واحد؟ سايبينه جاي تضربوا لوحدكم؟ في ايه يا سنجاه؟ في ايه؟ احنا سايبينك عشان هنضربه احنا الاثنين. ايوه كنا هنضربه احنا الاثنين، وبعدين بطل سوء الظن تعجبها يا سنجاه. فيه ايه انت وهو؟ ما تسيبوني في حال، انا خلاص ما عدتش طايع ابص في خلقة حد فيكم. طلعتم بولغ بصحيح. ايه بولغ؟ ايوه بولغ عتمان. انت عارف اللي انت بتقوله ده ايه؟ دي شتيمه، شتيمه لينا واحنا في مهمه ميري. غوروا من قدامي، غوروا غوروا اللي ما عندكمش نظر ولا احساس، غوروا بقى. بس انتوا عارفين يا اخواني انا صعبان عليا ابو العيله، ايدي مش مطوعاني عشان اضربهم. تضربوني يا حلاوه يا اولاد؟ فرحانين يا كلاب انكم هتضربوني؟ كلاب؟ وهي الكلاب بتعرف تضرب يا ابو العيله؟ كلاب بتعض واحنا بنضرب، نبقى كلاب يا ابو العيله؟ يا عيني ده خلاص بيخطرف، ده مش عارف اذا كانت الكلاب بتضرب ولا بتهوهو. اسمع يا ابو العيله، احنا حدانا امر اننا نديلك الطريحه دي يوماتي على الله. يوماتي على الله نديلك الطريحه دي، ضرب واهانه وسفله وقله قيمه. اه بس خلي بالك يا ابو العيله، انت ده بعد اذن الرئيس وائل طبعا، انت من حقك تتظلم لان الضرب ممنوع. يعني مثلا يعني ها لو حد فينا مثلا يعني ها ضربك كده مثلا يعني ها او كده او كده. ايه في ايه يا سنجاه؟ في ايه؟ انت هتلطش فيه لوحدك؟ احنا عايزين ننظم الضرب يا اخوانا. ننظم الضرب؟ انا بقترح ان احنا نعد 1 2 3 وننزل في ضرب كلنا. فكرة جميلة، يلا غفر سلاح. 1 اكلتوا الطريحة؟ اوعاد تكونوا ضربتوه بحنية. حنية ايه يا حضرة العمدة؟ احنا بتوع حنية؟ احنا ضربناه بشويش. ايوه بالراحة. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. انت واد واقف كده ليه؟ ابعد بعيد شويه كده عشان النفس. واقف الناحيه الثانيه. ايه الهولب ده بقى ضربته بحنه؟ ايه يا حمار انت؟ بقول لك ابعد شويه، روح اقف على الباب هناك. حاضر. يلا اسمع يا واد انت. نعم يا واد. مش انت بقول لك ايه لما اكلمك ما تردش عليا؟ حاضر. بقول لك ما تردش عليا. حاضر يا واد. ما تردش عليا. حاضر.
يخرب بيت الغباء كله. عارف الغيط الشرقي؟ ايوه. روح دور عليا هناك. حاضر. يلا بالعجل وخد الجوز دول معاك، كل واحد يدور في ناحية. حاضر. يلا غفر، يلا بينا ندور على العمدة في الغيط الشرقي. غفر سلاح انصراف. هندور على العمدة في الغيط الشرقي ان شاء الله. هنلاقيه ان شاء الله. هنلاقيه ايه؟ ربنا يريحنا منكم. انا مبلي والله، مبلي بيكم. وانت يا ابو الجيل، لا انت لساك منشف دماغك. مش فاهم انا بس ليه انت منشف دماغك على ايه؟ البت دي انت اتجوزتها بالغلط اساسا. ايوه امال انت اتجوزتها على غفله كده. ايوه دي مهره، ومش اي مهره، دي مهره شديده وعايزه خيال. واني بقى خيالها يا علي؟ بالك انت اهي المهره دي معاك انت، شكلها كده خزيانه وضعفانه وكتيانه وخسانه وجعانه. قوم البت دي بقى لما انت تطلقها وتجوزها هاني والبسها كده ونضفها، يا سلام، واروقها كده واظرفها يا حلاوه، وتبقى مرات سعاده العمده به باشا. ايوه وتبقى ستك فاطمه. اهو انت نفسك بذات قشفك دي لو شفتها مش هتعرفها، واللي زيك هيشوفها فين اساسا؟ عارف يا عوندي؟ ايوه انت عيان. انا عيان؟ يا امال عندي ايه؟ عيان في نفوخك. انت عاقل الكلام اللي انت بتقوله لي دي؟ ايه؟ دي جنان. انت راجل مجنون يا واد. بس سد تغزعه ولا ايه؟ كله يا حبيبي بالشرع والقانون، مش هنعمل حاجه غلط. وانا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ ليه تذبحني كده يا عمدي؟ يا لي وفاطني ناس غلابي ماشيين جرى الحيط. لا يا حبيبي اتكلم عن روحك بس، عنك انت، انما ستك فاطني ولا سيرتها هتيجي على لسانك اساسا. لو انت تبقى لها ايه اصلا؟ انت حيالله جوزها وكمان شويه هتطلقها. هو انت من قرايبها؟ مش هطلقها يا عمدي، ولو على جثتي مش هطلقها، ودي اخر كلام عندي. يا واد يا واد، دي اخر كلام عندك؟ مفيش كلام تاني؟ طيب انت كده بقى بتزعلني، واني بقى عندي كلام تاني، بس ايه؟ كلام تاني خالص. ودلوقتي هسيبك بقى تدورها في دماغك كده قبل ما اجي اقول لك الكلام التاني، لانه كلام مش اي كلام، كلام شديد. ودلوقتي بقى هقول لك كلمتين، فوتك بعافيه. شوف كده ليه يا حسان؟ ما تاخذنيش يا حنان، انا يعني اصلي بالختمة الشريفة مرعوب مرعوب. البلد كله بالنسبة لي بقى مغفرة العمدة عثمان، والبلد كلها ما صدقت، عاوزين يصدقوا ان ابو العلي هو اللي طخ محروس ابن ابو سال، مع ان يعني مش قادرين يستنوا لما يشوفوا المأمور هيقول ايه ويعرف مين اللي طخه بصحيح. ده فاطمة الغلبانة، فاطمة اللي ليها جميل في كل بيت، عمالين يلسنوا عليها بالفضايح دهياً. ده انت زعلان على فاطمة وابو العلي يا حسان؟ أني مش زعلان وبس، ده أني زعلان على نفسي ومن نفسي. أني زعلان من نفسي أنني مش عارف أعمل حاجة لأبو العيلة صاحبي وفطني اللي زي أختي تمام. وزعلان على نفسي يا بنتي أنني يعني وحداني كده، ولا لاقي حد يطبطب علي لما أكون متضايق، ولا لاقي حد أخده في حضني كده لما أكون شايل الهم جواي. عارف يا حسان، أني لما كنت بشوفك كان قلبي بينقبض كده. ليه يا بنتي بتشوفي عزرائيل؟ منك يعني من حدا عثمان، واني بصراحة كده ما بحبش اللي من ريحته خالص. مين سمعك؟ داني ذات نفسي نفسي حرر نفسي واغسله من ريحة عثمان دهي. طب ما تسيب لي يا اخويا الشغل وتشوف لك رزق تاني. هروح فين بس يا حنان؟ ما ينفعش، مش بخاطري. انا لو سبت الشغل ما ينفعش اسيبه الا بموتي. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ عشان انا والغفرة كلهم شفنا بلاوي عملها عثمان وبيعملها، وهو لا ممكن يسمح ابدا ان حد يمشي من عنده ويسيب الشغل كده ويبقى حر نفسه وهو شايل جواه اسرار تودي النار من غير حساب.
ربنا يريحنا منه. يا برتول توت يا بور، يا برتول توت يا بور، يا برتول. بس يا عيال بس 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 صوتكوا عالي، بس ستكوا نايمه. بنتي يا زينب، عيب يا زينب، يا محمد اخس عليك يا محمد. ام ابو العيله توت يا ابو، يامي يا عبود، يا خالي يا ابو، ام ابو العيله يا ابو، ام ابو العيله، ام ابو العيله، ام ابو العيله، ام ابو العيله، يما يما اما لله وإنا إليه راجعون. كتولية طيبة والله. يلا خلاص عادي على الوقت، تعزيمتها للجبانة عندي. عيب الكلام ده يا شيخ محمود، أنا ببلغك، بس أنا ما أعرفش المدفن بتاعتهم فين، حتى البت فاطمة ذات نفسيها ما تعرفش. والله ولا أنا ولدي، كان ولدها أخوك حطه في الحجز إحداه. إزيك يا شيخ محمود؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك إيه يا علوان، بعدي عليا كده العصرية عشان عايزك في كلمتين. كلمتين ايه دول اللي عايزني فيهم يا عتمان؟ لما تيجي هتعرف. وانت عرفت يا عمده على كده ولا تلقيت ما عرفتش؟ هو ايه تاني؟ الظاهر بلد ما بقاش فيها خبر يفرح. خير يا اخوي؟ ام ابو العيله الطحانه تعيش انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حصل امتى الكلام ده؟ النهارده في الصبح من شويه كده. خلاص، يبقى كل مستلزمات الجنازه علي انا، من دفنه لعزا لصوان لزفه كل حاجه. الولية ماتت من قهرتها على ولدها يا عثمان. واد خايب بعيد عنك. ما هو دي لو راجل يعني مش كان يقعد في بيته كده ويراعي مصالحه ويراعي امه واولاده ومراته؟ ده عيال دماغها بايظه بعيد عنك ولا ايه يا الوان؟ واد دي لو راجل يعني كان قاعد في البيت كده وقال يا حد داريني. لو كل واحد في البلد دي يعرف مقامه كده وقيمته ويتكن في مكانه كانت البلد بقت جنه وكل واحد فيها تهني، ولا ايه؟ ما وقتوش الكلام ده يا عمده دلوقتي. آخرة الكلام، مش واجب برضه إن نبلغ أبو العلي؟ بقول لك إيه، الواد ده أنا مش عايز أسمع سيرته خالص، وبعدين أنا عندي مشوار ملح، اطلع. يلا. أيوة يا إخواتي أهو، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وده كلام ربنا، لا كلامي ولا كلام. يعني اللي بيصلي ما ينفعش يعمل حاجة وحشة يا شيخ مبروك. أيوة طبعًا، أمال إيه؟ طب ما العمده بيصلي يا شيخ مبروك. والعمده كان عمل لك انت ايه بالذات يا دغباش؟ هو لازم يعمل لي حاجه؟ مش كفايه اللي بنشوفه البلد من عمايله؟ تتجننت يا دغباش ولا ايه؟ هي بلدكوا دي بقت بلد غير لما عثمان بقى عمدتي؟ تتجننتوا؟ ده بدل ما تشكروا ربنا على النعمه اللي اداها لكم، ده عثمان دي جمايله عليكم وعلى البلد كلتي جت كونيلا ولالات الاصل صحيح. انا بستفسر بس يا عم الشيخ مبروك، يعني انا لو صليت وسرقت يبقى كده صلاتي مقبوله؟ لا يا اخي مش مقبوله. يعني انا لو حرامي يبقى ما ينفعش اصلي يعني؟ من غير لو، لان انت حرامي اصلا. وبعدين لا تصلي يا سلام لو، تصلي ليه؟ لان يمكن في يوم من الايام صلاتك دي تنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب يبقى كتر من صلاتك بقى يا عم الشيخ مبروك. يمكن ربنا يتوب عليك وعلينا ولا ياخدك. ياخدنا انا يا ابن الرفض، خد يا ولد، خد يا ابن الرفضي. ياخدنا ربنا ياخدك انت واهلك يا بعيد. مش هياخد، قاعد على قلبك الطلون جت كلام. لو انت مش شايفني من دوها فندي ولا ايه؟ لا ازاي، ده انا اشوفك على بعد كيلو يا عمده. اه يبقى زعلان بقى مش كده؟ والله ان كنت عملت حاجه تزعل ابقى زعلان، ما عملتش يبقى خلاص اشربني من البحر. هو الواد علوان اخويا كان عندك بيعمل ايه؟ الله، انت مين قال لك ان علوان جاني؟
انت اللي قلت لي. طب استنى ما افتكر كده. ما تفورش دمي. افتكرت هو جاني، يعني كان بيتطقص على حقه ومستحقه، وكان بيدور على ورث ابوه والارض. هل يا ترى لسه على ذمه ابوه ولا كان باعها المرحوم الله يرحمه بورق؟ وانت بقى قلت له ايه؟ الحق يتقال، انا قلت اللي عندي، ولكن الحكايه لا كانت فينك هنا بالحي. يا عمده مش كده يا عمده، ده يا عمده حد يسمعنا تبقى مشكله. الله ايه انت مش كده؟ ايه ده وطي صوتك، وطي صوتك يا عمده. وساعتها يسالوني بتتخانقوا ليه؟ بتتعاركوا ليه؟ بتخانق معاك ليه؟ بيضربك ليه؟ اضطر ان انا اقول كل حاجه بقى وبعبع وقديم وجديد الله انت بتهددني يا مندوب الكلب. انا كنت عندي كلمتي، انت اللي بتلحس كلامك يا عمدي وبتستخسر فينا الخدمه. ده كلام؟ ده احنا خدمينك يا راجل خدمات، والله ما نخدمها لاي حد. يعني خلاص كده؟ ما فيش حاجه اسمها خلاص. يعني الوان عرف ان الارض مش، ما فيش حاجه اسمها خلاص ولا كلام فاضي من دي. كل حاجه في الدنيا لها حل. الناس بتغلط وبتنسي، انما كل حاجه محلوله، بس الناس تقدر تفهم. ماشي، وانا عينيا ليك. لا كلام كده ما ينفعنيش، انا عايز حق رسمي على ورق. انا كلمتي واحده وانت عارف. العب غيره. ما انا ما شربت من الكلمه الواحده دي. انا عايز حق يا حبيبي على ورق رسمي ومطلوب. الحق ما يزعلش. طلباتك ايه؟ اللي هعمله لك يساوي 5 فدادين، ما يكتروش على تعبي ومجهودي والدين اللي ليا عندك. ماشي اللي تقول عليه. المهم بقى هتخلصت الموضوع ده امتى؟ اعتبره خلص خلاص. المهم تجيب لي العقد بتاع ال5 فدادين، تاخد كل الاوراق اللازمه. طب وعلوان هتقول له ايه؟ علوان ده مين؟ علوان اخوك. انا هو فين؟ لا بيجي ولا بنشوفه. ده انت عليك حاجات يا عمدي. امال غلبتني من الاول ليه؟ انت حبيبي يا عمدي. اسمع اسمع، ايه ده؟ فاطمه فين؟ عايزك في كلمتين يا عمدي. قوي قوي، كلمتين بس. اتفضلي اتفضلي. ده ايه النور ده؟ دي خطوة عزيزة، دي خطوة عزيزة. اتفضلي يا فاطمة اقعدي. عايزة تقولي ايه بقى خير؟ كلمي. أمريني أمر يا قمر. أي خدمة يا حضرة العمدة؟ امشي هات التهوى من هنا، امشي. حاضر كلام. أدينا بقينا لوحدينا أهو، عايزة تقولي ايه؟ أم أبو العيلة ماتت. الله يرحمها، كانت ست طيبة. ودارنا اتحرقت. قضى أخف من قضى. المهم أنتِ عاملة إيه يا قمر؟ وأبو العيلة في الحجز. واد خايب، ما هو لو بيسمع الكلام كان وفر عليكم الهم ده كله. أنا عايزة أقابله. لا، صعب. ما ينفعش تقابليه، انت عايز تقولي له ايه؟ هتعرف كل حاجه يا عمدي، بس خليني اشوف. لا انا مش في مقدوري اخليك تشوفيه. يا عمدي بس خليني انا اكلمه. خليني انا اكلمه علشان اللي انت عايزه يحصل. ماشي، موافق. ميعاد افتح الباب. قول يا
طلقني يا ابو العيله. الله اكبر الله اكبر، هو دي الكلام. طلقني يا ابو العيله. ايه ما سمعتهاش بتقول لك طلقني؟ لو انت راجل وعندك مروه تطلقها طوالي. وانت براوة عليك يا فاطمه، براوة عليك، طلعتي اعقل من الخايب العايب ده. طب سيبني معاها يا عمده، سيبني معاها عشان نتفاهم. لا لا يمكن طبعا اسيبك مع ده؟ لا ده مجرم. ابو العيله مجرم؟ طب سيبني معاها يا عمده، سيبني معاها. بقول لك امرك. هقول لك ايه اللي تشوفيه. تقعد يا ابو قردان انت، اسمع كلام ستك فاطمه واللي تقول لك عليه تنفذه طوالي. يا مجرم انت يا ابن المجرمين. اقعد من هنا، امشي. شاد من هنا، امشي. عملوا فيك ايه يا ابو العيلة؟ انا مش هطلقك يا فاطمة، حتى لو انت رايده كده ولادي ده عليكي تبقي واقعه مال، برضك مش هطلع. اني يا ابو العيله؟ لا مش انتي، مراتي وام عيالي. انا قصدي على فاطمه التانية، مصدقت اللي بيعملوا عتمان عشان تخلص من الفقر والذل وتعيش في العز. ومين داري جايز تكون متفقة معايا. بس ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش هطلقك يا فاطمي لو فيها شنق وموت. موت؟ هو احنا فاضلنا ايه يا ابو العيلة عشان نبقى ميتين؟ نترمي في قبر ونتلف في كفن؟ احنا ميتين من يوم ما عثمان بقى عمده، ميتين من يوم ما رضينا بالذل والفقر اللي احنا فيه، ميتين من يوم ما سلمنا وقلنا ربنا اللي عايز كده ورضينا بالعيشة اللي احنا عايشينها. ايه اللي بيحصل فيا دي؟ ايه الجنان اللي بيطلبوا مني عثمان دي؟ مش مراتي وام عيالي بس يا فاطمة، انتي كل حاجة حلوة في دنيتي. انا غلطت شو كان ربنا بيعمل فيا كده؟ عشان كان عاملة هبلي دي حتمان دي بلاوي توديك عنا. شكرا ربنا يرضى واحد زي دي يظلمني؟ شكرا يخليه ينتصر علي؟
ليه ربنا ينصر واحد زي دي؟ ليه يا فاطمة؟ طلعني يا ابو العيلة، طلعني يا ابو العيلة، طلعني. انت عايزاني اطلعك بالحق العقيم؟ يا ابو العيلة، يا ابو العيلة هدمان مش عايز يطلقني منك كده عشان يعني، لا هدمان عايز يطلقني منك عشان خلاص الطمع والجشع عملوا قلبه، جبرته خيله انه ما ينفعش حد يقول له لا، لازم الكل يقول له حاضر، واحنا لازم احنا كمان نقول له حاضر. انت فاهمه يعني ايه؟ اني اقول له حاضر على اللي هو بيطلبه دي؟ انت عارفه معنى في الكلام دي يا فاطمه؟ فاهمه يا بنت؟ انت اللي مش فاهم يا ابو العيلة، انت اللي مش فاهم ولا داري اهل البلد بيقولوا علينا ايه؟ اهل البلد بيقولوا علينا ان احنا وسخين يا ابو العيلة، بيقول علي انني كنت موارفة مع محروس، وانك لما شفته معايا قمت قتله، واني زي ما اني كنت بتاعت محروس انا بتاعت عثمان وبتاعت ناس تانية كتير هما ما يعلموش بيه. بس البلد دي يا ابو العيلة لما ما بيقدروش على اللي بينهش ويعض فيهم بيفش شغلهم في بعض، واحنا اللي في النص، احنا اللي هنتنهش في النص يا ابو العيلة عشان مش قادرين نعمل معهم حاجة. اسمع كلامي يا ابو العيلة، بص ايدك اسمع كلامي، خلص نفسك من اللي انت فيه، طلعني وريح نفسك يا ابو العيلة. مش مصدق اللي بيحصل فيا دي. صدق صدق يا اخويا، عشان هما الارانب كده، لما كان الفيل يجور عليهم وعلى بيوتهم ويهدها على عيالهم كانوا برضو ما بيبقوش مصدقين. بس انا بحبك قوي يا فاطمة. يعني انا اللي كرهك يا ابو العيلة؟ كفاية يا ابو العيلة، كفاية بكى يا اخويا، بكينا يامي وتوجعنا يامي، بس انا خلاص عرفت اخرتي، الدنيا دي ما تجيش بالبكى. فاطني هموت احسن لي، مش هبقى راجل قدام نفسي ولا هعرف ارفع عيني قدام حالي قبل ما ارفعها في وش الناس في البلد. انت مش مراتي ومعيالي بس يا فاطني، كل حاجة حلوة في دنيتي. يعني ايه؟ يقول لي هطلقك عشان عثمان ياخدك، دي كلام لي ازاي؟ وانتي انتي بتطلبي مني اطلقك تتجوزي عثمان؟ ليه يا فاطمي؟ خايفة يسجني؟ ما يسجن؟ خايفة يبعت حد يقتلني؟ ما يكون أهون؟ ولا إنيش أمشي ميت في وسط الخل؟ إياك فاكر إن الراجل بقى يتعايب بشرف ولا نخوته؟ شرف الراجل ونخوته بيقوم بمهله وايده الطايلة وجبروته. لا لا يا فاطمة. يا ابو العيلة، عثمان هياخدني بالرضا او بالغصب
وحتى بالقتل. عثمان مش راجل ظالم وبس، عثمان ده كافر، وحتى الكفره ما يعملوش اللي هو عايز يعمله. اسمع كلامي يا ابو العيله، اسمع كلامي وخد العيال وهاجي بره بلدي، يمكن ربنا يكتب لكم السعد والهنا في حته تانيه بعيد عني. طلقني يا ابو العيله، طلقني سايقه عليك النبي، طلقني وربنا يصبرك ويصبرني على كل اللي جاي. طلقني يا ابو العيله، طلقني. ها وليل قال لك ايه؟ وافق؟ مالك يا بنت ما تنطقي، وافق. ابو العيله هيعمل كل اللي انت عايزه يا عمدي. ايوه كده، يلا بقى غمضي عين وفتحي عين واحضنيني بايديك الاثنين. يا عمدي انا لسه مرات ابو العيله. بسيط وسهل، المأذون معانا والشهود معانا والدفاتر بتاعتنا والاختام في ايدينا، يعني كل حاجه تتغير في الهوا. يلا بقى يلا يا عمده. ام ابو العيله لسه تميته، وبعدين دي حتى لسه ما اتدفنتش. كده انت ركبتني الغلط، ده كلام برضو. الست اول مره تموت. شوفي الليله كلها عليا انا، عشان بس تعرفي قد ايه انا بحبك وبعزك اخر معزيه والله. تقعدي يا غفير انت وهو تازف وقف على الباب هنا يا نهار. يلا يا بطاطا، يلا يا حبيبي، يلا يلا بقى يلا، عشان انا تعبان، انا تعبان والله تعبان. يلا يلا يلا، بصي بصي تعالي هنا. ده ولا حدش يسأل فيه؟ ده خل بإيه دي؟ والله اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل ده حرام. لو انت مالك يا ست؟ مالكيش دعوة. حتى السؤال حرم على الغلابة. تصدقي يا بنت الهدوم اللي اتغسلت امبارح اتكوت؟ ايوه يا ست. طب
بحضر إياها عشان عايزاها. حاضر. توفت إلى رحمة الله الحجة زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، وصلاة الجنازة إن شاء الله في الجامع بعد صلاة العصر. يا لود يا ابن وحياة الشمس تطلعك يا قول. يا أهل كفر أبو شوكة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أهل كفر أبو شوكة، توفيت إلى رحمة الله الحجة زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، وصلاة الجنازة إن شاء الله في الجامع بعد صلاة العصر. يا أهل كفر أبو شوكة، توفت إلى رحمة الله حتى زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، سايبني تيه يا أمو، سايبني ورايح على فين؟ ليش تسيبيني لوحدي يا أمو؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك على الواه؟ الحمد لله. خرجت لما أقول العيلة طالعة عتماه. طب اقعد اقعد، أنا عايزك في كلمتين اهو. طب ندفن المرحومة دي طب ونبقى نوع؟ يا ابني النهار لسه طويل، أنا جاي وياك، اقعد بس عشان عايزك في كلمتين مهمين. كلمتين ايه دول؟ قول لي يا علواه، أنت عامل ايه يعني وازاي حالك كده؟ حالي ازاي يعني؟ يعني مبسوط يعني؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله على كل حال. ونعمة بالله. طب قول لي يا اخوي، انت ناقصك حاجة؟ الحمد لله خير ربنا ساترنا. الخير والستر اللي انت فيه ده يا علوان عشان انا العمدة. لا يا عتمان، ارضي انا بزرعها بايدي وانا اللي واقف عليها ومراعيه، والخير والستر ده من فضل الله علي، مش انت اللي بترزق الخلق يا عتمان. شايفة يا امي؟ شايفة الدنيا اللي انتي سايباهي فيها ايه؟ فيها اللي يخلي ابنك يطلق مراته عشان خاطر واحد تاني طمعان فيه؟ كمان ابنك غلبان وفقران يا ام ابو العيلة، والتاني اللي طمعان فيها دي نبو ازرق وايده طايله، ادي اللي فيه وانتي سايباه بقساوته ورايحة للدار اللي فيها الحق والعدل. أصل والحق والعدل مالهمش دار في الدنيا دي يا أمي. سايبة الميتين ورايحة للحيين يا أمي، والله سايبة الميتين ورايحة للحيين. كفاية كفاية فاطمة، ده يا حبيبتي الرجاله جايين ياخدوها عشان يصلوا عليها، وزمان علوان جاي من عند البيت سمع عتمان، كلنا رايحين نوصلها يا فاطمه لاخر مدواها.
سامحيني سامحيني يا ام ابو العيلة وسامحة ابو العيلة كمان. والله يا امي غصب عننا غصب عننا والله ما في في ايدنا حاجة اهو والله ما في في ايدنا حاجة والله ما في في ايدنا حاجة يا امي والله ما في في ايدنا حاجة والله ما في في ايدنا حاجة يا فاطمة بس حرف عليك سامحيني يا امي والنبي يا امي تسامحينا سامحينا يا امي والنبي اسمع يا واد انت بلاش تلف وتدور عليا في الكلام افهمني بقى انت اخويا على عيني وراسي واني وقفت معاك كتير وعملت لك حاجات ايام وانت عارف لكن لما نيجي بقى للحق والمستحق انا ما اعرفش ابويا حق ايه ومستحق ايه يا عتمان انت فاهم كويس انا بتكلم عن ايه لا انا مش فاهم فهمني عشان انا فهمي على قد زي ما انت عارف يعني انا ما بتهونش في حقي واللي يفكر يهوب ناحيه ملي محمر من مالي من غير اذني ولا رضاي ادهسه افعصه حتى لو كان مين ده لو ليك حق يا عتمان ايه يعني فهمك مش على قدك هو يعني ولا حاجه لا اله الا الله انا عايز حقي وحق عيالي اللي هو ايه بقى حقك وحق عيالك ده انا مش فاهم احنا بنتكلم في ايه دلوقتي بلاش يا علوان تمشي ورا كلام فهيمي هتخسرك ناسك هتخسرك اخوك الكبير مالكيش دعوه فهيمه يا حفيظ خليك في حالك انت كلمني انا يا ولد انا اللي بكلمك يبقى مراتك دي تقفل بق ايه وملهاش صالح باللي بيني يوه هو انت مش بتتكلم في حق جوزي وحق جوزي يبقى حقي حق ايه يا ام حق ما بقاش الا انت كمان اللي هيبقى ليكي حق عندنا مش كفايه تلفتي حاله وخيبتي امله واديك اهو هتخرجيه من الدنيا لا عيل ولا تايل يشيل اسم انت بتعايرني اني علوان ولا بتعاير اخوك الكبير لا اله الا الله انا مش فاهم احنا بنتكلم في ايه والسته ميته في كفانها والناس مستنياني يعني ايه يا واد انت يعني مش ناوي تتلم بقى كده وتسمع الكلام لا مش هسمع الكلام كلام ايه اللي هسمعه دي انت عارف ايه الكلام حقك وصلك وزياده بطل بقى تنخور وتفتش من وراي لا حق ما خدتوش يا عتمان ومش هبطل انخور وافتش وراك لغايه لما اخد حق ومش هسكت لغايه لما تجيب لي حق اني اللي حطه في كرشك ده هو بالحرام تضربني بالكف يا عتمان واحده على الجزمه وانسلها على دماغي امشي ادخل امشي بصري كده ليه يا قال امشي بدل ما اجيب الغفر يرموك في الحجز يا وسط الغفر وحجز ماشي يا ابن ابوي ماشي يا عتمان استنى يا علوان انا جاي وياكم يا اختي كان فين الكف ده من بدري تسلم يدك يا عمدي روح انت يا علوان سيبيني يا فهيم مش هسيبك الا ما تقولي سيبيني السعادة بقولك يا بنت اسيبك ازاي والخيول النار خارجه من عينك كده اوعى قولي رايح فين وايه اللي حصل عثمان ضربني بالكف قدام مرته يا لهوي وانت
انت واخد البندقيه وعايز تموته؟ ايوه هقتله، انا استحملته كتير. لا ده انت كده اتجننت يا علوان، عايز تقتل اخوك علشان ايه؟ عشان الطين؟ ملعون ابو الطين. ملعون ابو الطين؟ مش انت يا طهيمه اللي دايما تقولي لي خد حقك منه؟ ايوه تاخد حقك منه وتنيتك وراه لحد ما تاخد حقك وحق عيالك، لكن تقتله ليه؟ ليه يا علوان؟ انت اللي بتقولي كده؟ اياك فاكرني ان انا كارهه عثمان وعايزاه يروح في طيس. لا يا علوان، انا كارهه فيه ظلمه وعمى قلبه واكل السحت. بسم الله يا الله اكبر. الله يا جماعه الهمة يا عم ابراهيم. اللهم تغمدنا برحماتك واسكنها فسيح جناتك يا رب. ويا فضل ويا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس بسم الله 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 الله. انا من كد او من اللي عمله عثمان ده يا فهيم. هدي خلقك يا علوان واصرف الشيطان، احنا عندنا واحده ميته عايزين نوصلها للماتوه. الله يرحمها ويرحمنا ويرحم الجميع. ارفع يا مرسوم على الاحباب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مهرب انا مهرب. يا رحمن يا رحيم. اجل اجل يا علواء. يا رحمن يا رحيم. أني لازم ننزل المركز. مركز؟ ليه؟ خير؟ يا ولية مش الحكيم كان طلب مني معرفش اسمهم إيه دول؟ أيوه تحليلات. أيوه تحليلات أعملها ونتأكد ونشوف من فينا اللي معيوب. أيوه يا ست ستات، بس أنا خايفة قلبي مش مطمن خالص. يا ولية أنا ما في مرة أقصدك في حاجة إلا لما تبطيني. لا انا من ايدك ده لايدك ده، بس يعني ما بهسش. لازم نعرف مين فينا اللي معيوب. ده انا لو عرفت اني سليمه هخلي ايامه سودة. ايوه عايز يتجوز. يا لهوي، وبيفرك كده وبيعمل حركات زبالي، وكل دي علشان يتجوز البنت فاطمه. ايوه ايوه انا اقول انت ما تقوليش. حاضر حاضر. وتيجي بقى هنا الدوار وتعمل لي فيها ست البيت وتتمريس علي وتكبس على انفاسي واني هتجنن حفطس. انا يجيب لي در؟ انا ده انا بعشر دراير. ماشي عثمان. يا اهلا 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 وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست الكل. خلف افندم اقفل الباب وانصراف. تمام يا افندم. انا اكيد بقى ربنا بيحبني. تخيلي انا كنت لسه بفكر فيك امبارح. القلوب عند بعضها يا سعد الباشا. أنا سمعت إنك تعبت امبارح قوي في حكاية القتيل لقيتوه في البلد. لا دي حكاية بسيطة وهتخلص بسرعة إن شاء الله. إيه مسكتوا اللي قتل؟ بيقولوا اللي قتل واحد اسمه أبو العيلة، بس إحنا لسه مش متأكدين من المعلومة دي. أيوه يعني مسكتوه ولا لسه؟ دي إيه الموضوع ده يهمك في حاجة؟ لا بس أنا سمعت من أهل البلد إن أنتوا خلصتوا الموضوع كله. راوية أنتِ الواد ده يهمك في حاجة؟ عارفاه كان بيشتغل في الطاحون، ده واد غلبان قوي مش ممكن ابدا يدبس نفسه في مصيبة زي دي، ده حتى مراته ست غلبانة قوي. لا 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 اوعي تعملي كده، دي ناس باين عليها سمعتها زي الزفت، وانت ايه اللي وراتك مع ناس زي دول؟ انت تبعدي عنهم خالص. عندك حق. قولي لي بقى دي وراكي حاجة النهاردة؟ ورايا؟ ليه؟ اصل انا كنت ناوي ادي نفسي اجازه الليله، واللي كنت عمال افكر اقضيها مع مين. لاجل حظي بقى انت جيتي. كان على عيني يا عينيا، بس يا خساره
ما ينفعش. ليه بس؟ لو وراكي حاجة النهاردة أجليها لبكرة. بقولك ما ينفعش يا راجل، افهم بقى. ده أنا حظي باين عليه وحش قوي معاكي. ماشي يا ستي، نأجلها مرة تانية. المهم إن أنا شفتك واطمنت عليك. يلا فوتك بعافية. هتيجي تزوريني طبعا وقريب، مش كده؟ أزورك بس وأنا أقدر أستغنى عنك بردك. بس أنا بقى عايزاك اليومين دول تاخد بالك من نفسك قوي وتحرص قوي من العمدة عتمان. فوتك بعافية يا حليوة. اهلا 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 اهلا، عاش من شبك يا علوان. ازيك يا راجل؟ انا بتعبك معايا يعني يا مندوه افندي. يا خبر، ما تقولش كده، انت تؤمر. انا يعني طالب منك حاجه كده وعنايه ليك. خير يا سعلوان؟ انا طالب صوره من الاوراق اللي انت وريتها لي المره اللي فاتت. اوراق؟ اوراق ايه يا سعلوان؟ ما تاخذنيش، اصلا انا بنسي السن بقى وحكمه. يا جدع، الورق اللي انت دعبست لي عليه اولت امبارح، الورق اللي بيقول ان ابويا ما باعش ارضه لحد خالص وان الملكيه لسه باسمي. بقى انا وريتك ورق زي دي واولت امبارح كمان؟ ده اللي هو انت نسيت ولا ايه؟ هو انا مش كنت عندك هنا اهوت اولت امبارح وانت وريتني كل حاجه؟ لا يا سعيلون، حرام عليك، انت كده هتلبسني تهمه وانا قاعد. وريتك ازاي؟ انا ما اقدرش افتح دفاتر الا بمحضر رسمي وقانوني كمان. تقول لي فتحت لك؟ طب شفته ازاي؟ لا هو انت هتشتغل لي ولا ايه؟ انت اتجننت يا علوان؟ عيب يا راجل. عيب؟ عيب يا راجل يا ضلالي انت. يبقى عثمان جه هنا اهوت وعكمك، اداك كام؟ قول. لا 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 لا، انت كده بتسبني في ذمتي. انا ممكن ابلغ عنك النقطه ولابسك جنايه، مش عشان اخوك العمده تعمل ما بدالك يا علوان. لا، انا ما بتهددش. بقى كده امشي اطلع بره، انا هبلغ اخوك يتصرف معاك. ولا مالكش كبير يا علوان؟ وانا مش هسيبك يا خوكت العمدي، وهوريك هاخد حقي ازاي. ياني يا انت، انا هخرجك من هنا اهوت بفضيحه وزفه وهتعرف مين علوان. يعني ايه؟ هجت من البلد ولا ايه؟ هتهج تروح فين بس يا حضرة العمدي؟ امال يعني ما ظهرتش من ساعة الظهرية؟ يعني كرة الأرض اشتقت وابتلعتها؟ لا دي بس تلاقيها. ايوه تلاقيها، أنا بقى عايزك تلاقيها. تلف الكفر كله ما ترجعش إلا بيها. خد الغفر كلهم معاك، يلا روح. هي فاطمة عملت حاجة بطالة لا سمح الله. أنت مالك أنت؟ أنت تسمع اللي بقولك عليه وخلاص، يلا أمشي. حاضر. دي هيتناقش. الواد ده مع انه عبيط كده وهبال، بس ساعات له بصه بتخوفني. والله انت اللي اعصابك فلتانة حبتني يا عمد. الظاهر لفتك على البت فاطمه دي بتخليك مش على بعضك. هتكون راحت فين يا عمد على راي الواد حسان؟ ما هو دي اللي مخوفني، كون البت لفت علي يعني فهمتني انها في طوعي كده وعلى هواي عشان انا اسكت تقوم هي تعمل عملتها السودا دي وتختفي. ما اظنش يا عمد. هتروح فين يا حسره؟ ويا عمدة تكون مش قادر على بعدي الصراحة. أنا بقى مش قادر على بعدي، والود ود أدخل عليها الليلة. كلام إيه اللي بتقوله دي يا عمدة؟ هي لسه خلصت من جوزها؟ وافرض خلصت من جوزها، لسه قدامك شهور العدة يا أخي. إيه؟ إيه شهور العدة دي؟ هو أنا أخلص من حاجة تطلع لي حاجة؟ هو إيه دي؟ استغفر الله العظيم. لا يا عمدة، ده حكم ربنا ملناش فيه. طب والحل؟ الحل بقى ان اقوم اعمل لك كوبايه شاي تظبط لك دماغك. يا عم اقعد بلا شاي بلا ناي، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب دلوقتي خليك معايا كده واحده واحده. دلوقتي هي طلبت الطلاق من جوزها، يعني في حكم المتطلق، ويعني لازم ينطقها بلسانه. وبعدين هي مش هتتجوزه هو تاني، مش هترجع له هو ذات نفسه، لا هتتجوز واحد تاني اللي هو اني، يبقى عده ليه بقى؟ ما بلاش الشاي واعمل لك ينسون يهديك يا عم. ما بلاش اليانسون، واخدك عصايتين على دماغك يفوقوك يا اخوي. يبقى لسه اعصابك فلتانه يا عمد.
ايوه انا عايز البنت حالا في التو والحال، انا عايزها بقى ما بقتش قادر خلاص. هينفع كده يا فاطمه؟ انت يا اختي لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حتى بيغمض لك عين. وانا يعني بس ازاي هتغمضي حنان وانا حاسه ان انا عايشه في كابوس مش عايز يخلص ابدا. وبعدين يا اختي اللي بياكل وبيشرب دي بيبقى بني ادم حبيب الدنيا وعايز يعيشها، لكن انا بتمنى ان ربنا ياخدني النهارده قبل بكره. مين؟ ما تقلقيش يا اختي ما تقلقيش. يا حنان حنان يا ساتر. حسان تعرفت منين ان انا هنا؟ قلت لمين تاني يا حنان؟ قلت لمين تاني؟ يا فاطمه يا فاطمه مش مهم دلوقتي، سرك في بير اني وحنان واحد. المهم دلوقتي العوم ده قلب عليك الدنيا، واحنا لازم نقول لابو الدنيا لك مهرب بره البلد، لازم نشوف لك صرفه. أنا هروح له. ليه دي؟ تروحي له؟ تروحي لمين يا فاطمة؟ هروح لعدمان. تروحي له بصحيح؟ أنت بعقلك يا أختي؟ إن أروح لقضايا أحسن من إن أفضل مستنياه. رحت فين يا فاطمة؟ يا فاطمة رحت فين؟ جرايك حاجة ولا طفشت مني؟ لا تطفش مني تروحي فين؟ وأنا هسيبك؟ أبدا، ده أنا أجيبك حتى لو كنت في بلادك كوتوموتو. كوتوموتو يا حلوة يا بط. خير إن شاء الله خير يا عم، إن شاء الله خير. أنا عقلي هيشت يا مبروك فوق. وعليه عليه بس يا عم، إن الله مع الصابرين يا أخي. أنا يا سيدي ما بقاش عندي صبر، أنا مش قادر أصبر خلاص. طيب أنا بس هستأذنك يا عمدة، أروح أفرد جتتي ساعتين وأرجع لك تاني. تفرد ده إيه وجتتك إيه؟ لا، أنت هتسيبني أقعد ظهري وأنكت كده، وأنت تروح تنام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا حضرة العمدة. إيه يا ولد؟ لقيتوها؟ أيوه، هي جاية من روحها كده لحضرتك. الله أكبر، وأنت شفتها فين؟ قابلتها في الطريق صدفة، كانت رايحة تشقر على عيالها. بتقول هتشقر عليهم وتيجي دي حضرتك. والعيال دول فين؟ ايوه عند زفت البرك اللي اسمه علوان، يعني قريبين. اوامر تانية حضره العمده؟ ايه يا انا مالك قلب سحنتك في وشي كده ليه؟ ما تفرق بوزك دي، ده انت حقك تفرح وتزقطط، ده انا هحلي لك بقك. امشي اقعد بقى يا مبروك. اه اقعد. اه هبقى هنا اهو يعني جنب مني. تعالي بقى بس بقى متشخر وانت ساكت. طيب مغزى يا عمد دلوقتي ما تجيش مغزى. لا خد راحتك على الاخر يعني، نام وانت نايم. ايوه تعالي بقى تعالي. العفو عليكم. يا اهلا يا اهلا يا فاطمة، اتفضلي. ايه اللي اخرك كده يا فاطمه؟ شغلتيني عليك. معلش يا ست فهيمه، انا بس كنت جايه اخد العيال. الله، على فين؟ سيبي العيالنا يمين امها. كفايه عليك كده يا سعلوان، كتر خيرك. وانت كمان يا ست فهيمه كتر الف خيرك. هتاخديهم وهتروحي على فين بس يا فاطمه؟ طب انا هطلع اصحي لك محمد وزينب عشان نايمين مع عيالي. Thank you.
هتسيبني يا عمده؟ طيب اروح اريح ساعتين قبل صلاه الفجر. يا سيدي احنا فين والفجر فين؟ ما انت قاعد بعدين، يعني لو النوم حبك قوي خش نام جوه. اقول لك الصراحه عمده، انا مش كابس عليها النوم ولا حاجه، انا بمثل عليك النوم يعني، بس انا عايز اروح اشقر على الدكان وارجع. لا طالما الحكايه كدب بقى يبقى ما انتش ماشي من هنا، بس تو ما تيجي فاطمه تمشي على طول. العافية شيخ محمود. يا مرحبا يا فاطمة. معلش يعني كنت عايزة بس أسيب عندكم العيال شوية كده. يا سلام، ده رزق واسع. يا ملغاي تعالي خدي عيال فاطمة، رح يأنسوكي عاد. تعالوا يا حبايبي، ده انتوا حتنوروني. وانت رايحة على فين يا فاطمة؟ أنا رايحة مشوار بس كده وجاية على طول. يا بنتي ما تقولي لي رايحة فين؟ حاب أقول لك يا مولاني، بس وحياة النبي وحياة النبي ما تسألني تاني لأني ما أقدر أتكلم. خد بالك من العيال، ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتعشيتوا يا حبايبي؟ لا عاوزين ناكل. من عينيا الاثنين، يلا اقعدوا مع الشيخ محمود على بال ما احضر لكم تاكلوا. يلا قوام 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 قوام. ربنا يسوقك يا فاطمه. ايوه حضره العمده. اهي جت، امشي بقى امشي. رايحه فين بس؟ ما تسيبها تدخل يا حمار انت. والنبي ماني سايباه، والنبي لاني قطعت مستني. خد يا بنتي اوعى. امسكي يا واد. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت انت بتعملي ايه؟ اوعى والنبي ماني سايباه، هو ده اللي قتل محروس، قتل وناس قدام عيني. اسكت يا بنت. شوفي يا بنت انت اسمعي، انا يحق لي دلوقتي ان انا اكتفك واحبسك في الحجز عشان انت اللي انت عملتيه ده، بس انا هسيبك عشان انت يعني تعبانه وكفايه عليك اللي حصل لك. السماح يا عمد والنبي السماح، انت عارف ان عقلها مش معاها. يلا يا بيت يلا يا بيت تروحي، ربنا يهديك. شوفي بقى، انا المره دي هسيبك تروح، لكن نوبه تاني تعملي كده مش هسيبك تمشي على رجليك ابدا. والنبي انت من سايباك، والنبي من سايباك، ومش هسيب دار محروس ابدا منك يا ظالم يا مجرم يا اللي ما تعرفش ربنا. امشي بره، خد الهام بره. تعالي يا بنت يلا امشي بره. البت قد كده وفرضتني. انا كنت فاكرها فاطمه هي ناقصه تنام. طب اروح انا انام يا عمدي؟ ما تهمد بقى، مبروك بقى. انا مقهور مقهور قوي يا فهيم، والقهر هتموتني. ألف بعد الشر عليك يا أخوي، يعني ما انتش عارف أخوك عتمان. اللي أنا مش قادر أفهمه هو ليه بيعمل كده؟ ده لا نقصه مال ولا طيب، دي أغنى واحد في الكفر ونواحيه، يبقى ليه كده؟ وفي الآخر هياخد إيه من ده كله؟ الطمع، أخوك طمع الدنيا ماليه. وهو اللي عنده شوية ولا اللي خده من أبويا قليل عشان ياخد حق غيره يا فهيمة؟ هو الطماع بيشوف اللي في ايده، الطماع بيشوف اللي في ايد غيره وبس. بتحبيني يا بنت؟ انا يا سي علوان ما اعرفش في الحب والكلام ده، انما اعرف كويس ان كل اللي ليا في الدنيا دي، اعرف ان انت وعيالي اغلى حاجه عندي، وافديكم بروحي وحياتي، أعرف إني فرحي من فرحك وهمي من همك وزعلي من زعلك. العافية يا شيخ مبروك. فاطمة أنت كنت فين يا بنت؟ ده أنا عمدة أقلب عليك البلد كلها كده أهو، تشغليني عليك كده أهو يا فاطمة. أنا عايزك في كلمتين. خير يا فاطمة يا بنتي، اتكلمي أنا سامعك. أنت عارف العمدة كان عايز إيه وقال إيه مش كده؟ الصراحة عارف، أكيد بخيب، بس أقسم بالله العظيم أنا موافقة. أنا موافقة على كل اللي هو عايزه، بس بشرط واحد. اطلبي اللي انت عايزاه يا فاطمة، وأنا متأكد
إن العمدة هينفذ لك كل طلباتك. أبو ليلى يخرج من الحجز والتهمة اللي تهمنوا بيها دي تسقط خالص. العيال ملهمش حد غيره ياخد باله منهم ويراعيوا مصالحهم. واني طبعا لما اروح دوار العمدي مش هاخدهم في ديلي، ولا اني غلطانه؟ لا غلطانه ايه؟ ده انت كده عدتك العيب. لا انت مش غلطانه يا بنتي، مش غلطانه. يبقى تروح تبلغ العمدي اللي انا قلت لك عليه. فوتك بعافي. الله يعافيك، الله يعافيك يا فاطمة. بقى هي قالت لك كده؟ ايه قالت لي انها في طوعك، بس لازم الشرط ده يتنفذ. بسيط سهل، كله في ايدينها ولا ايه؟ ايه يا مبروك مال، انت حقك تفرح لي يا راجل. بتتنهد كده يعني زي ما تكون ايه؟ خايف، خايف يا عتمان. ايه وخايف من ايه بقى ان شاء الله؟ خايف من فاطمة. من فاطمة؟ ليه يا راجل؟ لا دي تخاريف اخر الليل دي. هي فاطمة دي ايه؟ بتعض ولا بتيجي بالليل تقلب امنا الغولة؟ والله ما انا عارف يا عتمان، بس انا قلبي مقبوض منها وخلاص. خايف للبيت دي تكون بتتمسكن لغاية ما تتمكن وتعمل حاجة كده ولا كده. لا دي بجد تخاريف اخر الليل، انت بدأت تخرف. مش مهم، المهم ان انت تاخد بالك يا عتمان، وربنا يخلف ظني ويهنيكم بعض يا سيدي. ايوه كده، هو دي الكلام اللي انا مستنيه منك. انا فرحان يا مبروك، انا مزقطط اخر زقطتي، انا خلاص قربت لون المراه. ربنا يبسطك كمان وكمان يا عم. بقول لك ايه، بالنسبه للبنت فاطمه، هي ولادها قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين عند الشيخ محمود. يا دي الشيخ زفت دي، انا مش عارف اعمل معاه ايه الراجل ده. ما هو انت اللي سايب له الحبل على الغارب يا عتمان. ايه طب انا اعمل له ايه يعني؟ مش هو شيخ الجامع اللي بيقوم الناس وبيصلي بيهم؟ يا سلام، هو يعني عشان شيخ الجامع يقول ويعمل ما بداله؟ طب ماني شيخ خيل عنه ايه يعني؟ انا سبحان الله الراجل ده كده يعني بيسبب لي خنقه كده، وببقى يعني واقف لي هنا اهو 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 اهو. سيبك منه، سيبك من الشيخ محمود ده وخلينا في موضوعنا. ايوه خلينا في موضوعنا. بقول لك ايه بقى يا مبروك، انا عايز بقى للبنت فاطمه دي وصفه بقى من وصفات الشديده، مش الكلام الفارغ اللي كنت بتجيبه في الاول. انا مفارغ يا عمده؟ يا عمده انا خايف من وقعتك اللي لشوشتك دي. ما انا تعبان يا مبروك، يعني واخد بالك انت؟ ايوه انا واخد بالي، يعني واخد بالي من زمان، من وانت صغير لما كنت تتزردر كده اهو، ما كانش عارف حد ايه اللي هيحصل يعني. ايوه بس انا عايزك تصبر على فاطمه، ركز دلوقتي في موضوع ابو العيله، لان ابو العيله هو اللي هيقربك لفاطمه. لا ده موضوعه سهل خالص، يعني شوف مثلا، يعني مثلا واد من الغفر شافه هربان وبيجري، اقف يا مجرم اثبت يا هربان، لا وقف ولا ثبت. قوم الواد الغفير ضرب طلقه كده يعني للتهويش، قوم الطلقه صابت ما خيبتش، قوم الواد المجرم وقع قتيل، قضاء وقدر يعني، هنعمل ايه؟ يا سلام عليكم على تدابيرك. مالك يا شيخ محمود؟ على وشك هم الدنيا ليه؟ حاسس اني عاجز، مقدرش اعمل حاجه للغلبانه المنكسره اللي جوا دي. حاسس ان عتمان ناويلها على نيه خبيثه وملغايه. هيعمل لها ايه اكتر من اللي حصل ليه؟ هي وجوزها وامه والعائلين. خايف كمان ان عتمان ما يعمل لهاش حاجه، بس هي اللي تعمل. مش فاهمة يعني إيه يا شيخ؟ الظلم والجبروت والطغيان يا أم الغايب بيشوهوا نفوس الناس اللي بيجوا عليها ويؤذوها. ودي كمان ما فهمتهاش.
لله الأمر من قبل ومن بعد. يلا ننام يا أم الغايب. يلا الغفر اللي معايا دول مساطيل بعيد عنك، عقلهم مش فيهم. طب تصدق بايه؟ انا ما نمتش طول الليل وقعدت ادورها في دماغي لحد ما عرفت ايه اللي حصل. اللي هو ايه يا عمد؟ الواد وائل الغفير هو اللي طخ الواد محروس. اهو شوف انت استعجبت ازاي. انا برضو استعجبت زيك كده في الاول، لكن لما عرفت السبب بطل العجب. شوف بقى الحكايه جت ازاي. الواد وائل الغفير شاف الواد محروس قام جري ماسكه عشان يقبض عليه، قام الواد محروس قعد يعافر معاه ويفلفص منه عايز يهرب. قوم الواد وائل بقى ألف عقلي باله أطخ طختين في الهوا كده تهويش يعني، قوم طخ منهم صابت وما خيبتش. قوم الواد وائل بقى خاف، قال إن إحنا هنقبض عليه ونحبسه، ففكر قال إيه؟ ألبسها لأبو العيلي، أقول إن هو سرق مني البندقية وهو اللي طخ. ولا يهمك يا عمدة، بعت لنا الغفير ناخد أقواله ويمضي عليها. وأبو العيلي؟ ما خلاص ما عدناش محتاجينه في حاجة، ولا إيه؟ خلاص أنا أول ما أرجع الديوان هديله إفراج طوال. لا لسه شويه اجراءات عشان تبقى كل حاجه رسمي. طب والاجراءات دي هتاخد قد ايه كده بالصلاه على النبي؟ يعني يومين عبال ما نخلص اجراءاتنا. لا يومين كتير قوي يا جناب المأمور. الله انت الواد ده يهمك قوي كده يا عمده؟ يعني عنده عيال صغيرين يعني. قلبك الحنين ده هو اللي موديك في 60 ده يا عمده، انشف شويه مش كده؟ انا بس بقول عشان العيال يعني ما لهمش ذنب في اللي بيحصل للكبار دول، برضه العيال عايزين ابوهم جنبيهم. حاضر يا عمده، هخلص لك الموضوع كله النهارده وهكون بايت وسط ولاده الليله. مبسوط؟ يبقى نتغدى سوا بقى النهارده. مرة تانية يا عمدة، عن إذنك. سلام يا باشا، ألف سلام. تعال يا حسان. تعال انده البنت فاطمة. ما تقولش بيت. تعال يا حسان انده الست فاطمة من دار الشيخ محمود. ما تقولش شيخ. اندهها من دار محمود يا حسان. ياد النور ياد السرور، أهلاً أهلاً. لا بقول إيه يا عمدة؟ وانت مش ملاحظ ان الوقت بقى وخر يعني؟ وانا كنت مستني على ما المأمور يمشي، وبعدين ايه وخر دي؟ مش تنقي الفاظك؟ خلاص حقك عليها يا عم. انت يا حسان! ايوه، روح يا واد انده الست فاطمه من دار محمود. يلا. هو مش الشيخ محمود موجود؟ ايوه موجود، بس احنا مالنا وماله يعني؟ هو مش مأذون بلدكم ونواحيكم؟ وكان يصح يعني هو اني يا سيدي ليا غرض ان انت اللي تكتب، اني بس تبارك بيك. ولا انت عندك موانع؟ ولا يكونش عندك موانع؟ لا ابدا، بس الشيخ محمود يا سيدي. لا بقول انت هتهم يعني انت يعني انت ما سمعتش عمك الشيخ قالك ايه؟ لا مؤاخذه يا حضره العمده، اصلاً يعني كنت مستني حضرتك بذات نفسك اللي تامرني. انا من عيني ده اني رهوان هروح اجيب فاطمه عشان تطلقوها من جوزها ابو العيله الغلبان المرمي في الحادث. امشي يعني امشي. هم اللي عايزين يطلقوا ولا ايه؟ يعني معقوله؟ هو احنا يعني هنجيب واحده نطلقها من جوزها غصبانيه؟ لا والله ما كانش قصدي، انا بس كنت بقول يعني. ولا تقول ولا تعيد، انت لسه هتقول احنا في ايه وانت في ايه؟ انا كده عملت اللي علي عشان ما يبقى لهاش حج. يا رب بقى تمم لي المراد يا رب. انا عايز افهم. تفهم ايه وانت لسه هتفهم؟ هو احنا فاهمين اصلا عشان نفهمك؟ ده ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ اذا كنت انا صاحبه البلوي ما استعجبتش يا حسان، هتستعجب انت؟ الحكايه كلها إن عثمان ده راجل قادر وضميره غايب وإيده طايلة وكرباجه بيلسوأ أي ظهر وبيوجعه. اشتهى الغلبان اللي اسمها فاطمة واستكترها على جوزها اللي أغلب منها، وهو خدها منه ومهموش لا هي ولا عيالها، وقال ملعون أبوهم كلهم على بعض، ملعون أبو أي حد هيفتح بقه ويقول له بم. هو فيه كده في الدنيا؟ ده إيه الظلم ده؟ ده ظلم كبير قوي بالجامد. بقى فيه واحد يطلق واحدة من جوزه عشان يتجوزها هو؟ وهو كان حد فتح بقه وقال له حاجة على البلاوي اللي عملها كلها قبل كده؟ قالوا الفرعون في المثل إيه فرعانك؟ قال تحت فيكم لم نطق منكم حنك. على قولك. طب أنا دلوقتي حضرة العمدة مشيعني أجيبك وياي وجايب المأذون عنده في الدوار. شفت
يا حسان؟ أديك جايلي تاخدني عشان نروح له. قلتلوش أنت ليه لأ؟ ما قلتلوش ليه إن ده ظلم كبير زي ما جيت دلوقتي وقلتلي؟ لأني ما مش فاهم. إيه يا فاطمة؟ قصدك إيه بالكلام ده يعني؟ أنا مش فاهم. ولا يهمك يا أخوي، أصلك من حبه كنت مستعجب وأنا قلتلك ما تستعجبش. وديني بقولك تاني يا حسان، بلاش تستعجب على أي حاجة هتشوفها في البلد دي بعد كده، عشان اللي جاي أمر بكتير قوي من كل اللي فات. أهلاً أهلاً بست الستات وحلوة الحلويات. اتفضلي يا عودي استريحي. عودي على مهلك. يا واد يا حسان. ايوه. هم هات ازازة الكزوزة بسرعة. حاضر. شوف بقى، أنا عندي وعد أهو. أنا ظبطت كل حاجة مع جناب المأمور، وأبو العيلة هيبات الليلة في حضن عياله. كتر خيرك يا عمدي. وأني كمان عند وعدي. الله أكبر الله أكبر. يا أفر. فرح لك يومين يا جناب العمد. هو في إيه؟ هو إيه اللي فيه إيه؟ مفيش حاجة. أنت أزفت يا لسفك واقف. نعم إيه؟ هم اجري يلا، روح هات سيدك أبو العيلة بس بالراحة عليه، وأوعى تعمل أيوتة حاجة تزعله ولا تضايقه. اجيب ابو العيلة عشان يطلع فاطمة وانت تتجوزها؟ امشي يا ابن هنا، امشي هو. حاضر. هم بقى يا عم الشيخ، خلينا نخلص. يا بنتي، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. انت صحيح عايز تطلقي؟ ده رأيي يا عم الشيخ. هو انت جاي تخطب الجمعة هنا ولا ايه؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ معلش يا عمدة، ما لازم اسألها برضو. اسأل من غير سؤالات. رد يا بنتي. اهي سكت والسكوت علامة الرضا. يا واد يا رضا يا غفير. ايوه يا حضرة العمدة، انا عارف حضرتك عاوز ايه. اتفضل. قومي هانم، هاتوا يا غفير منك لو. على فين؟ على فين؟ على خيمتك القوية يا اخويا. يلا معانا يلا. الشارع في حيط. امشي يا هانم. امشي يا هانم. يلا هتحوزني. يلا يا هانم. امشي يا هانم. امشي يا هانم. سيبوا يا واد انت وهو. سيبوه. تعالى يا ابو العيلة. تعالى كده في ريح سيدنا الشيخ. شوف بقى يا سيدي، موضوعك انتهى خلاص. أنا رتبت كل حاجة مع جناب المأمور، ما بقاش في قضايا ولا دياول. يلا بقى يا مولانا هم، خلينا نخلص بقى. إن أبغض الحلال عند الله طلاق. هو أنت مش حافظ غيرها يا مولانا ولا إيه؟ خلصنا، أنت كتبت كل البيانات. طلقني يا ابو العيلة، طلقني الله لا يسيئك. انت عايزاني اطلقك يا فاطمي؟ ايوه يا ابو العيلة، انا عايزك تطلقني عشان انا عايزه اطلق اللي يامل الممرمر اللي انا عايشه فيه. عايزك تطلقني. ايوه، عشان انا خلاص ما عادش فيا نفس، ولا بقيت قادره اتحمل مراره الايام وسوادها. يلا يا ابو العيلة طلقني، وخلي بالك من العيال. انت بتبص لي كده ليه يا ابو العيل؟ ما تطلقني يا اخوي، طلقني. انا خلاص ما قعدتش قادري. ايوه والله ما قعدت قادري خلاص، عايز اخلص من الايام السوداء اللي انا كنت عايشاها. طلقني بقول لك، ولا انت اللي عايز ترحم
قاتل. طلقني بقولك يا ابو العيلة. الله لا اهدي خالص كده ولا تنرفزيش نفسك يا حلوه ولا تتضايقي ابدا. وانت يا اخينا انت ما تخلص باقي. قالت لك طلقني تطلعها طوالي كلمه ورد غطاها ولا ايه يا مولانا؟ اسمع الكلام يا ابو العيلة يا ما دام مش حباك طلقها يا اخي. بالك انت يا ابو العيلة زمان في واحده ست راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام قالت له ان انا عايز اتطلق يا رسول الله. ام سالت قال لها قال لي عيب في اخلاقي؟ قالت له لا ولكني اخاف الا اقيم حدود الله. ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص ردي له هديته وهو يطلقك. انت ما تاخذنيش يعني لا جبت لها هديه ولا جبت لها حاجه. فطلقها يا اخي طلقها وخلي ليك اسوه حسنه في سيدنا رسول الله. انا عايزك تنسد انت وتضب بحالك يا جدي. يلا يا ابو العيله يلا يا ابو العيله طلع. خلاص يا فاطمه بنتي. ها؟ ايه انت ايه؟ طالق انت بتعيط ليه يا بنتي؟ مش انت اللي كنت عايزه كده؟ دموع الفرحه يا مولان بتعيط من الفرحه عقبال عندك كده اما تتطلق وتفرح. تعالى يا ابو العيلة ابصم هنا ابصم يا ولد. يلا يا ابني ابصم كقطع مش عارف هي كانت عايزه تطلق منه ليه بس طالما دي رغبتها نحققها لها. هتعيش معاها بالعافيه يعني؟ مبروك يا عم. الله يبارك فيك. يعني انت يا بنت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ ابو العيله طلق فاطمه بصحيح؟ ايوه يا ست زي ما بقولك كده. عيني عليهم الناس كانت حاسداهم على شويه الحب والاخلاص اللي كان بينهم. طب ابو العيله راح فين دلوقتي؟ يكونش يا بنت راح للشيخ محمود؟ لا حسان اخده يقعد عنده لحد ما يهدى ويروق كده. طب اسمعي يا بنت انا عايزاكي تروحي لابو العيله وتقولي له ان ست راوي عايزاك ضروري. ايوه خير عايزاه في ايه يعني؟ يا بنت وانت مالك؟ نفذي الكلام اللي انا بقولك عليه. انا مش قصدي، انا قصدي يعني انه اكيد هيسالني كانت عايزاني في ايه؟ اقول له انا ساعتها ايه؟ قولي له ما اعرفش، قولي له علم علمك، المهم انك تقولي له ان انا عايزاه. اوف منك. بعدين وانت راجعه عادي على الجزار منصور، وقولي له ان انا عايزاه هو كمان. لو انت ناويه تذبحي وتعملي نذر تاني يا ست؟ ده انا هعمل نذر كبير قوي. المره دي انا مش هتبع خروف، ده انا هتبع عجل. خير اللهم اجعله خير.
قولي لي يا شاطرة، ستك راوية موجودة؟ ايوه. أقولها مين؟ قولي لها منتهى هانم. حاضر، هعمل لحضرتك شاي على ما ست تيجي. اتفضلي اتفضلي استريحي. ايه الشغل ده؟ فين الخور الزفت اللي هنا؟ انت يا خور الزفت؟ انت يا نيل؟ نعم يا عمدتنا. ده ايه الشغل ده؟ انا شايفك يعني رخير من الحبل على الغارب، وهم بيحسسوا اللي يقيم ظهره من على الارض تخصم له اليوميه كلها ويشتغل لاخر النهار. انا مش عايز حد يرفع راسه ابدا. حاضر يا عمدتنا. يلا غور. ايه يا عثمان؟ سرحت في ايه؟ انا بقول يعني ازاي امشي يا واد انت هو من هنا امشي. انا بقول يعني ازاي بقى ما اتجوزهاش اللي قبل 3 اشهر؟ ده انا ما صدقت انها اتطلقت. يا عمده العده دي شرع ربنا يا عمده، مش كلام بني ادمين. ونعمه بالله. طيب من هنا بقى للثلاث اشهر دول تيجي تقعد عندي في الدوار؟ ما ينفعش يا عمده. تقعد عندك ايه؟ وكلام الناس يا دي الناس. وهي قاعدة فين دلوقتي؟ قاعدة في دار الشيخ محمود. لا إلا دي؟ إزاي؟ لا 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 لا، تقعد ترغي معاها وتحكي وتتكلم وهو يقلب دماغها علينا بكلامه الزفت دي؟ لا تيجي تقعد عندني في الدوار. يا عم طب والزفت حفيظ؟ يا دي حفيظي. أنا بس اللي مصبرني عليه إيه؟ أخوها الزفت البلطجي اللي اسمه السيد دي والمقاطيع اللي معاه، وإلا أنا كنت كتمت نفسي إيه وخلصت منها خالص. بقول لك إيه؟ هي الأرض اللي ورانا دي مش أرض راوية؟ ايوه الارض دي بتاعتها فعلا. طب انا قلت لك قبل كده تروح تقول لها تديني الارض دي عشان هي اسمى ارض اتنين. خلاص يا عم نروح. انا مش عايز اقول الكلام ده تاني يا مبروك. خلاص يا عم ده هنروح ليه؟ اطلع يا ولد اطلع. وانت هم مجري انت وهو. والله والله يا ست الستات، ومقام المصطفى ما فيه في جمالك في القفر كله. والنبي صحيح. طب بقول لك ايه؟ يعني أني ولا فاطمي؟ فاطمي؟ فاطمي ده ايه؟ دي رجليها مقشفة ومعرقابي. طب بقول لك ايه؟ بخارين. الأولى بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة بسم الله، والرابعة الرقوة بشفاعة محمد ابن عبد الله. يا مقرب البعيد ومنلين الحديد، الرقوة والنية بالأسماء الخفية، باسم رافع السما بلا عمدان، نول حفيظي بنت بهانة مرادها وابعد عنها الشيطان. وبالمرة فهمة بنت بيعت الدود المعفنة، ومن عين كل حابس محبوس وكابس مكبوس وقالة على لابس، ومن عين كل مرة شافتك ومصلتش على النبي ألف صلاة عليك يا رسول الله، ومن عيني أني نظيمي بنت نيفين. نيفين أمك؟ إيوه. يعني أمك خلفت نظيمي؟ ايوه. الغباوة دي؟ ومن عين كل اللي غايبين وما هماش حاضرين، ومن عين فهيمي وعلوان وفاطني وكل مارد وشيطان، ومن حاسد فلاني وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. شطر يا نظيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما كنتش اعرف ان بيتك حلو كده، كنت جيت لك من زمان. كله من خيرك يا ست منتهى. خيري ايه بقى؟ ده انت اللي شاطر. انا علمت بنات كتير وستات كتير وانت طلعتي اشطر. ربنا يخليك ليا يا ست الكل. بس انا بصراحه متوغوشه كده حبتين. متوغوشه من ايه يا حبيبتي؟ عشان جيت لك؟
ما هو اكيد طبعا في حاجه مهمه قوي اللي جابتك لحد هنا. انا اقول لك يا ست الكل، في واحد مهم قوي جاي يقضي في مصر كام يوم، وحبايبه وصوني عليه قوي، تكون معاه واحده تقضي معاه الشهر ده وتخليه له شهر عسل. على كل حال هو هيدفع مبلغ ما اندفعش قبل كده. انا تحت امرك يا ست الكل، بس بجد انا فرحانه قوي انك جيتي، ما تخليكي قاعده معايا يومين. لا لا لا، انا لازم انزل مصر حالا. تمشي ده ايه؟ انا ما صدقت انك جيتي، وبعدين دي اول مره تيجي بيتي. يا حبيبتي لما تتفقي مع اهل العروسه تديني خبر وانا انزل لك فورا، واجي عين بنفسي واشوف العروسه، وبعد كده بقى اقعد معاك اليومين دول. يو هو احنا بنشوف بعد كل يوم؟ ما تخليكي قاعده، وبعد كده نتكلم في حكايه المشاهير دي بعدين. صحيح نسيتيني، خدي دول ربع العموله، انا عارفه انك بتحبي تقبضي مقدم عشان تشتغلي بنفس. ايه ده؟ ده كتير قوي. وعجبته الحكايه يا عم محمد، جه تاني يوم قال اعملها تاني، قام جالح فط في الميه وقعد يصرخ زي اول يوم، يا بي حقرق يا ناس، الحقوني يا اولاد. العوايل ابا 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 ازيك يا بيت؟ ازيك يا ولي؟ الحمد لله، عشتوني. عاملين ايه؟ الحمد لله. يا مرحبا يا ابو العلي. ازيك يا شيخ محمود؟ والله عملت طيب انك جيت. طيب انت قاعد فين دلوقتي يا ابو العلي؟ هذا الغفير حساي. حساي؟ ماشي يا ابوي انت حر، لو عزت حاجة عاد اطلبها على طول، ولا حتى شيع لي حد. بقول لك يا زينة، خد اخوكي وروح العبوا بعيد. عارف شيخ محمود معزتك عندي قد ايه؟ انت افضلك عليا كتير، انا وبيتي وابويا الله يرحمه كمان. فيش حد يا ابوي ليه افضل على حال، الفضل لله هو صاحب الفضل والنعم. عايز ايه يا ابو العلي؟ قول على طول. ساي عليك النبي يا شيخ محمود، ساي عليك النبي مهما تكرهني ولا تصدق فيها اي كلام بطول. انت تعرفني من زمان. الله. تبقى عامل لك عامله عاد يا سيد خالك. عملت ايه بس يا شيخ محمود دلوقتي؟ ما هو ما حدش يقول كلام زي ده إلا إذا كان عامل له عملة وضميره بينغص عليه. خلاص ما عادش لاقي أي حد في البلد دي إلا أنت يا شيخ محمود، قلوب خلاص. قال طلقت فاطمة أبو العلي؟ يا زينة يا محمد تعالوا تعالوا، قاعدين ليه يا ابوي بعيد من ابوكم؟ انا اخذهم وياي. يلا يا ولاد يلا بينا. ايه اللي جابني؟ ليه مقابلة؟ أنا اللي جابني الشو، النار اللي قايدة جوايا. أنا من ساعة ما شفتك وأنا حالي اتلخبط،
نفسي بقى يا بنت انا وانت نبوس البوس ونحضن المشاعر والاحاسيس ونعيش الوهم في الخيال. ايوه يا عمده يعني بس انا يعني بس انت ايه؟ انت مش عارفه انت ايه؟ ده انت على بالي ليل نهار، اتلفت اشوفك، اصحى اشوفك، انام اشوفك، انت عامله لي ايه؟ ده سحر ده ولا شعوذه؟ يا عمده يا عمده حرام عليك يا عمده، ده انا لسه حتى في شهور العده. طب وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ لا اخس عليك يا عمده، اخس عليك والف اخس. أنا اللي كنت فاكراك بتحبني بحق وحقيقي، تطلع كده؟ لا يا عمدة لا، اللي يحب حد ما يخليش شكله كده، وبعدين يعني أنا كنت فاكرة إن أنا غالية عندك، ومترخصني كده؟ لا لا لا، أنا زعلان، زعلاني خالص، أنت عايز الناس يعني تمسك سيرتي ولا تمسك سيرتي؟ يا بنت سيبك من الناس، طز في أم الناس كلها. إزاي بس هتطز في الناس؟ يا بنت اسمعي بس، تعالي بس افهميني، أنا عايزك بقى إيه؟ تنسي كل اللي حواليكي وتفكري فيا أنا لوحدي بس دلوقتي، ها؟ وانسي الناس خالص. طب ازاي انسى الناس؟ طب اقول لك لو نسيت الناس هقول ايه لربنا؟ ها هقول ايه؟ يعني انت يا عمده ترضاها لي تخليني ارتكب الذنوب دي كلها واخده بربنا مني؟ يا بنت باري هتجوزك وربنا عارف كده، ده جواز حلال يعني مش حرام، هو الحلال بقى حرام. يا عمده انا عارفه ان هو حلال بس يعني يا عمده انت اللي عمده وعمده العمد، انت عمدتي، قولي يا عمدتي. هقول يا عمدتي وهقول كل اللي انت عايزه بس لما يبقى في الحلال. وبعدين يا عمده انت فاكرني يعني مش رايداك زي ما انت رايدني؟ بجد يا بنت انت كمان رايداني؟ ايوه طبعا رايداك. امال ايه؟ امال مالي؟ ماليش بس هي يعني كل المشكله ان انا يعني مش عايزاك تيجي هنا تاني، والنبي يا عمده ما تيجي هنا تاني. انا مش عايزه الناس تفضل شايفاك داخل خارج عليا كده وانا ست قاعده لحالي في دار. ايه ده كلام بردك؟ الناس هيمسكوا سيرتي يا عمده. خلاص اي اوامر تاني؟ يعني هو طلب واحد بس، عيالي. ماله سلامته؟ اصل بصراحه كده هم متمرمطين اخر مرمطه من ساعه ما دارنا ولعت، وبعدين يعني انا مش عارفه اتصرف ازاي، فلو يعني فيها تباتي ولا سقالي. خلاص نديهم دار تانيه يقعدوا فيها، بس انت اسمعي الكلام بقى. هسمع والله كل اللي انت عايزه، ربنا يخليك ليا يا عمده العمد كلهم. في طلب كمان. اموري. نفسي ازور اولياء الله الصالحين اللي في مصر. مصر وتروح لا ابدا لا يمكن. ازاي بس؟ لو خايف عليا ممكن تبعت معايا حد من الغافر. لا 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 غفر ايه؟ انا ما استأمنش عليك اي نافر. اقول لك نروح انا وانت مصر ونقضي يومين هناك، وهناك بقى فيه مراجيح ونتمرجح انا وانت ونسيك الدنيا. يا عمده ما ينفعش يا عمده، لازم نبقى في الحلال، ما ينفعش يتقفل علينا باب واحد واحنا لسه ما اتجوزناش. ايوه صح هو ده الكلام. يوه يا عمده بقى ما تبعدي ايدك عني بقى بدل ما صوت الم عليك الناس. يا بت بتهدديني كل شويه بالناس صواتي. لم الناس، انا عايز الناس تتلم، انا عايز حد في البلد دي يقدر يقول لي تلت التلاته كام. طب ابعد عني بقى يا عمدي، والله لو عرفت من ايه تاني لكم مموت انا نفسي. خلاص 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 انا همشي همشي والله، انا كده اتاكدت وعرفت ان انت شخص سليم وزي البرلانت. ايوه امال ما شاء الله، انا همشي وخلاص يا ست، هانت لحد ما تبقي في داري ومراتي وعلى ذمتي. اصبر كمان شويه ما فيهاش حاجه، انا ماشي اهو أنا ماشي. يا لهو بالي تموت نفسها إيه؟ ده أنا أموت أنا. لا أيوة الله بقول لك إيه؟ أنا ماشي أهو، وأنت لو احتجت أي حاجة شيعيلي على طول، ولو ما احتجتيش حاجة برضه شيعيلي. كويسين وبخير كمان الحمد لله. العافية يا ست. العوافي. فاطمة. نعم. استنى عشان عايزاكي حنان، اطلعي شوفي فوق الضيفة عايزة حاجة ولا لا، وما ترجعيش هنا لما ندهلك. حاضر. حنان كانت قالت لي مرة ان انت عايزة تشتغلي،
ايه رايك تشتغلي عندي؟ لا يا ست، الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي انا مش عايزه اشتغل خالص. هو انت صحيح يا فاطمه اتطلقتي من ابو العلا؟ ما تاخذنيش يعني يا ست في دي الكلمه، بس انت يعني يهمك في ايه؟ يا بنت اتكلمي. ها العمده عتمان مش كده؟ فاتك بعافيه. استني هنا يا بنت، محدش هيعرف مصلحتك قدي. انت اللي بيحصل لك ده يا فاطمه حصل لي قبل كده. تقصدي ايه يا ست؟ هو انت نسيت ان انا قلت لك ليه اتفشت من البلد ورجعت لها تاني؟ نسيتي ولا ايه يا فاطمه؟ بس انا غيرك يا ست. انت مش فاهمه حاجه يا فاطمه ولا عمرك هتفهمي. بس يا حبيبتي لو ما فهمتيش هتخسري كتير قوي وتتعبي كتير قوي. انت عايزه تفهميني انك بتحبيني وخايفه على مصلحتي وكده؟ عايزه الحق؟ انا كنت بكرهك لحد امبارح. لحد ما عرفت ان انت اتطلقتي من ابو العيلة. اصلا انا يا فاطمه بحب ابو العيلة من زمان وكنت مستخسره فيكي، بس خلاص بعد ما سبتيه ما عادش فيه لزوم اكرهك. كده عيني عينك يعينك القوية. طب ما انت يا بنت العمدة بيحبك، بس انا بقى ما عملت زي العمدة. عارفة ليه؟ عشان جربت الظلم ومبحبش اظلم حد. لما هو باين وانا مش قلتلك ان انا ما باخدش حاجة بالغصب؟ واللي بيمشي على اللي انا رسمهوله بيبقى بمزاجه. هو ده بقى الفرق ما بيني وبين العمدة. أنا يا فاطمة جايباكي هنا عشان أقول لك كلمتين يوعوكي. أنت يا فاطمة بالنسبة لعمدة نازوة وهتنطفي في يوم من الأيام. العمدة يا بنت متجنن عليكي ومتشعوط. بس أنت استعصيتي وقلتي لأ. جدعة. بس يوم ما تبقي في إيده وتحت طوعه هيبقى خلاص. ما حدش ليكي لازمة عنده. الناس اللي بتشتمك عشان سبتي ابو العيلة، واللي بتلعن ابو العيلة وبتقول عليه مش راجل، بكرة لما تتجوزي العمدة محدش هيستجرى يجيب سيرتك. عارفة ليه؟ عشان هتبقي مرات العمدة. الإيد القوية اللي بتقطع لسان أي حد يجيب سيرتها أو يتكلم عليها كلمة أو يجيب سيرة بيته أو مراته. وساعتها يا فاطمة هتقلعي مداسك وتضربي أكبر راس فيك يا كفر. ومحدش أبداً هيستجرى يرفع عينه فيكي. يا مرات العمد يا فاطمة. بس أنا لا يمكن أعمل كده أبدا. ناس البلد دول لو كانوا أهل ورجالة بصحيح كانت البلد تتقلب لما العمدة يطلق واحدة من جوزها ويتجوزها هو. أيوة شفت وعرفت ولسه هتشوفي يا حبيبتي. بقولك يا فاطمة أنا عاملة نادر النهاردة، تعالي يا حبيبتي عشان تشوفي بعينيكي اللي بيحرك البلد دي وناسها، واللي بيخليهم يتكلموا، واللي بيخليهم يتخرسوا. تقدري تمشي يا فاطمة؟
صلاة النبي أحسن. مين دي؟ دي بنت غلبانة وفقيرة من البلد. غلبانة مين يا هبلة؟ دي بسبوسة وهريسة وسمنة بلدي. لا لا، شيل اللي في دماغك ده خالص. البنت متجوزة ومخلفة. يا خسارة. بقول لك ايه؟ ملهاش اخوات بنات. روحي يا هنانة اعمل لنا قهوة. طب بتعمل ايه عندك يا علواء؟ بقيس الارض زي ما انت شايف يا عتمان. اثبت يا جدع انت وهو، خش في مكانك ولا حركه. انت مش واخد بالك ان انت واقف في ارضي ولا ايه؟ ارضك؟ تقصد ارض ابويا وابوك يا عتمان؟ ايه ايه؟ احنا مش هنخلص بقى من الموال دي. يبقى تجيب الاوراق اللي بتقول ان ابويا كتب لك الارض، وساعتها يا سيدي هاخدم مع الفلاحين لاجل خاطر اخوي. والله وطلع لك لسان وبقيت بتعرف تتكلم. ماشي يا اخوي، سهل. بكره اجيب لك الاوراق تتفرج عليها وتتملى منها وتقراها كمان. واخدها لاجل ما اتاكد كمان ان هي مظبوط وما فيهاش لا نقيصه ولا لعب. انت واد اتجننت؟ بتشكك في ذمتي؟ قصدك تقول يعني ان انا زورت الورق عشان اكل حقك؟ افهم زي ما تفهم، بس انا من حق اعرف ان كان ابويا كتب لك الارض صح ولا لا؟ وبعدين يعني انت ايه اللي يخليك قلقان اذا كان هو كتب لك الارض؟ ساعتها بقى يا سيدي انا اللي هبقى معيوب وانت الراجل الشريف الكريم. انت يا غفير كامل، قوم ارجعلك يا عم. تقف هنا تعمر البندقيه وتستعد لترقيد اي جته، وتقف على راس الارض هنا اي حد. شوف كلمه اي حد دي، مهما كان هو مين، اي حد يهوب ناحيه الارض دي تحذره مره، والتانيه التالته تحذره الرابعه، وبعدين تضرب في المليان على طول، تضرب ميري واميري. يبقى القانون والميري بيننا بقى يا عتمان. انا قانون يا اخوي. اياكش تكون فاكر ان الموضوع كده خلص. شوية الغفر دول تخوف بيهم اي حد تاني في الكف، ولا تشتري المندوه اللي ذمته اوسع من ذمتك. انا خلاص عزمت اخد حقي وهاخده يا عتمان. ما تتقي شر احسن يا علواء. شرك ما خلاص لطيني، ولا اياكش تكون ناسي حقي واديك خدته. وهبتي قدام الناس راحت من ساعة ما كفك علم على وشي. فاضل ايه تاني بقى من شرك يا عتمان؟ شوف يا علوان، اهو انت اخويا ابن امي وابويا صحيح، لكن انت ما تعرفش ايتها حاجه عن شري. انا يا واد ممكن اعمل معاك حاجات عمرها ما تيجي في خيالك ولا دماغك تتصورها. رب عيالك احسن يا علوان. اني ما احبش وجع الدماغ كل ساعه والتاني، واني ما احبش حد يمد ايده على حاجه تخصني، واني اللي يعمل عليا نفر ادفنه مكانه حتى لو كان ابويا. فهمني يا علوان. أني خلاص ابتديت يا عتمان وأكمل. ما تجيبي له يا بنت عيلين كمان، اللي هي بنت بالعيال. اغلبي الراجل. انت بقى البلد تنضف من الأشكال اللي ما هي أشكال. المهم زي ما بقول لك كده. انت بتلقحي على مين يا وليه انت بالكلام؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا بنت انت، ولا يا وليه، ولا صفتك، ولا نعتك ايه بالظبط؟ فيكي ايه؟ انت كل ما تعدي على الدار كده وتلاقيني واقفه مع حبايبي واصحابي، النار تقيت فيكي؟ مالك فيكي ايه يا ولية؟ انت يا ولية انت ما تلايميها يا ولية، لايميها كده وقفي على وجه واتكلمي عدل. اتكلم عدل؟ جرى يا بنت منك ليه؟ ما تتكلمي عدل يا بنت، عيب. ده انت بتتكلمي مع السفيره عزيز. السفيره عزيزه قال يلا يلا. بقولك ايه يا ولية، انت تصدقي وتأمني بمين؟ لا إله إلا الله. أنت ولية عايزة تتربي، وما كفكيش اللي اتعمل فيك المرة اللي فاتت، ولازم تتضربي بالشبشب تاني. يا أختي هي حمدية غلطت في إيه يعني؟ تكونش عبت في صاحبة العفة. بلاش بلاش تعوموا على عوم أحسن لكم، بدل ما تاخدوا بنفس الشبشب بلاش. مين اللي عايز ضرب الشبشب يا بيت؟ دول الستات دول، ولا أنت اللي سمعتك باظت برا البلد؟ يا بت لمي نفسك لمروشك،
اكلك امسح بك التراب يا بيت. تصدقي يا وليه انت، اصل ضرب الشبشب ده كيف، وانت شكلك المره اللي فاتت عجبتك وعايزه تتكيفي تاني، واني بقى اللي هكيفك. يا سلام، طب تعالي لي يا فاطمه. يا بنت الكلب اوعي يا مرايه، يا مرايه بنت الكلب انت وحيده. وديني مريضه يا مرايه، وديني وعده يا مرايه. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بلد الكلاب، لو واحده فيكم فكرت تجيب اسم فاطمه على لسانها وديني ومعبود، وديني ومعبود كمان مره اللي اكون قطعاه لها من اللي خلفها. يا بلد الكلاب، يا بلد الكلاب يلي ما فيكيش راجل ورا ماري، وديني معبود لو اوريكوا الوش التاني، لو اوريكوا الوش التاني يا بلد الكلاب. المدعو ابو العيله لولاه، سمعتها بودني دول عماله تجيب في سيرتك وعماله تتكلم عليكي كلام ما يصحش يتقال. قلت لها عيب عيب تجيبي سيره الست اللي مجبيه على البلد كلها، الست الاويانه، الست اللي مجبيه علينا وعلى اولادنا وعلى جوازنا. قالت لي ايه ليه، انت مالك ومال مين حفيظه دي اللي بتجيبي سيرتها، مين حفيظه دي اللي خايفه عليها، حفيظه ايه وحفيظه ايه وحفيظه ايه. وقعدت تهاجي، انا بقى ما سكتش، قلت لها يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي اتلم يا بنت. ما سكتتليش، قامت جايباني من شعري قدام النسوان اللي في الشارع، وقامت رمياني على الارض وبهدلتني وداست عليا بجزمتها. ايوه يا بنت، كل ده ليه؟ ما انا عايزه اقول لك بس خايفه لا تزعلي. طب وما امسي دي ازاي، ما انت واخده جواكي كده ولا زعلانه من اللي هقوله؟ قولي يا بنت ما فيش حاجه. قالت يعني ان انت ارض بور، وان انت لا شلتي ولا حطيتي، وما فيش يعني الاحساس ده. يعني انا ما تخلينيش اقول بقى، لساني مش مطوعني. لا حسان، انت يا زفت الدنيا طويل وهبه. ايوه يا ست الناس، انت تروح تجيب لي بنت فاطمه من دار، تجيبها لي مسحوله من شعرين. عارف يعني ايه من شعرين؟ كده هو سحلي من دارها لحد هيني مسحولة على الأرض. حاضر حاضر من شعريه. حاضر، ما تزعليش نفسك يا ست الناس، أنا مقصودش، بس أنا قلت أحكي لك، أنت عارفة مخبيش عليكي حاجة. يعني عايزك تاخد بالك من فاطمة وأنت في مصر من غير ما تقولي يا أمد. اي حاجه هي هتشاور عليها جبال على طول زي ما قلت لي قدام. لا لا لا، مش اي حاجه وكل حاجه، لا يعني خليك حريص برضه، ما تبزرش، دي فلوس ناس. ايه في ايه مالك؟ مفيش. لا في مالك؟ هقول ايه، هقول ايه بس، وعيد ايه يا رب، ما اناش غلبانه وماليش حد. غلبانه ومالكيش حد؟ ايه الكلام ده، امال انا بعمل ايه في البلد دي؟ البنت حمديه حضره العمدة مالها، واني معديه من قدام داري راحت ملقح عليا بالكلام. رحت لفه وقلت لها عيب يا بنت، ما ينفعش كده. ليه وليه؟ قلت لها عيب. راحت شتماني، قلت لها الله يسامحك. ليه وليه؟ قلت لها الله يسامحك. راحت موطيه جايبه شبشب من الارض وراحت منسلها على دماغي. وايشي بقى كلام يسم البدن؟ اه يا خطفت العمده، دي الست حفيظه ضفرها برقبتك وكلام زي كده. هي قالت لك يا خطفت العمده؟ ايوه. حضرت العمده في ايه يا نيله؟ الست حفيظه عاوزه فاطمه. وحفيظة عايزة فاطمة في ايه؟ اصل البت حمدية راحت اشتكت لها من فاطمي وقالت لها كلمتين كده خليتها مولعه. يا لهوي مالي يا ناس، يا لهوي مالي، يعني تضربني وتبكي وتسبقني وتشكي. خلاص يلا روح قول لها ما لقيتهاش. ايوه يعني فاهم، انا اروح اقول للست حفيظة ان حضرتك قلت لي اعزني، يعني دورت على فاطمي واكني ما لقيتهاش. اعزني واكني، روح روح بيتكم يلا، ما تروحش هناك خالص. غور يا حضرة العمدة، أنا لازم أضرب الست دي زي ما ضربتني. آه أيوه، حقك تاخدي حقك، تضربيها زي ما ضربيتك. أيوه، وقدام الناس. أيوه قدام الناس، السن بالسن والعين بالعين، ولا إيه يا شيخ مبروك؟ أمال إيه يا عمدة؟ قالها
وده إعمالا لما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصر إن ابن سيدنا عمرو بن العاص ينضرب زي ما ضرب ابن الراجل اللي راح اشتكاله. أمال إيه؟ يبقى هو كده وتحب بقى تضربيها قدام الناس في أنهي حتة يا فطور؟ أضربها على دماغي. لا مش في أنهي حتة، في وشها يعني، في أنهي حتة، في أنهي مكان يعني. أضربها قدام بيتها وقصاد عيالها وجوزها كمان. خلاص اللي تقوليه، تضربيها قدام بيتها وقصاد جوزها وعيالها كمان. خلاص بقى، خلاص، عشان خاطر العمد، شنة واحدة بس عشان خاطرك. أيوة كده. تقف على ايد الجزار يا ابو العيلة، وانت اللي تقسم وتوزع وتشرف على كل حاجة. حاضر حاضر. وتاخد اللي انت عايزه من الحتة اللي تعجبك ليك ولعيالك. كتر خيرك يا استراوي. يلا روح. بعضينا ونفرج الناس علينا. انا كنت همشيها رسمي والقانون ياخد مجراه، ام هي بقى من طيبه قلبها قالت تاخد حقها بنفسها. انا بقى قلت ايه، اسيبك تدوريها في دماغك كده، تنحبسي ولا تنضربي؟ انا شايف ان مصلحتك تنضربي. ماني اتضربت، اتضربت يا عمده. وكمان بتكدبي انت يا غفير. نعم يا حضره العمده. انت شفتها وهي بتضربها ولا لا؟ شفتها، شفتها بعينيا اللي هياكلهم الدود دول. طب احلف كده. ايه وانت كمان هتكدبي الغفير؟ يعني انت بتكدبي وهتكدبي الغفير؟ اضربيها يا فاطمه. بعاني بتلقحي عليا بالكلام يا مرا يا ناقصه انت؟ انا ما لقحتش عليك، انا بلقح على نفسي بالكلام. طب دي عشان تبطلي تلقيح. ودي عشان تتعلمي تكلمي سيادك ازاي. ودي عشان تعرفي مقامك وما تقليش ادبك على سيادك. قولي لها دي بتاعت ايه؟ هقول لها. دي عشان بعد كده تبقي تروحي تشتكيني للحفيظه الكلب بنت الكلب. عارفه يا وليه انتي؟ عارفه ان ما لميتيش نفسك وبطلتي تقلي ادبك على سيادك وديني وما اعبد، لا كل يوم هصبحك بعلقه وهمسكي بعلقه، وعشان ما تنسيش الشيشه اللي ضربتي بيه خدي اهو عشان تفتكريني بيها تاني. اضربيها يا فاطمه، اضربيها يا بنت. على راسك يا كلب. عارف لو مديت ايدك يا زناتي هطحال. وانت تلم مراتك احسن لك بدل ما في ايدها لك. ناس ما تجيش غير بالشبشب. براوة عليك يا بنت. تسلمي يا عمدي، تسلمي، ربنا يخليك وتجيب حقوق الغلابه. وعايزين حاجه؟ فوتكم عافيه. اطلعي يالا، اطلعي يالا. وايه يا بنت؟ وايه يالا؟ اوعى. Thank you.
انت يا راجل انت. انا؟ ايوه انت. تعالى ورايا عشان عايزاك. ما يلا يا راجل. انت عندك بنت اسمها حميدة مش كده؟ ايوه. لا في حاجة ان شاء الله؟ انت بتشتغل ايه؟ اجر استهان. ويوميتك بكام؟ اللي هو في حاجة ان شاء الله؟ اصل جايب عريس لبنتك هيدفع مهر 300 جنيه والذهب اللي هي عايزاه هتلاقيه في ايديها. وده العربون يو قصدي دفعة من المهر. ها قلت ايه يا ابو العروسة؟ الله ده مالي الكلام بصحيح؟ مش مالك يعني يا ست هانم؟ اصل انا كنت فاكر حضرتك قاعده. بقول لك ايه، بكره تكون عندي الدهريه ومعاك العروسه عشان هاخدها معايا مصر عشان العريس يشوفها، لو عجبته نقول مبروك يا ابو العروسه واجيب لك باقي المهر معايا. ربنا يسترك يا ست راوية، ربنا يتم عليك. يلا روح يلا روح عشان تاكل يا راجل. ايوه حاضر يا هانم حاضر. روح يا ربنا يسترك زي ما سترت الغلابه. ربنا يسترك زي ما سترت الغلابه. أنا يا عم الشيخ محمود حلمت حلم مستعجبه له قوي ومش فاهمه تفسيره، فجيت لك بقى احكيه لك زي ما شفته تمام، وانت ان شاء الله يخليك تفسره لي. خير ان شاء الله، ربنا يكرمك بقى وتفسره. يا ابوي نفسروه ونفسروا اللي جابوه كمان. واه خبر ايه، احنا تستعصى علينا احلام. قولي يا بنت قولي. حلمت يا عم الشيخ انني واقفه قدام بركه ميه كبيره قوي، وحسيت زي ما تكون الميه غويطه قوي، وفجاه سمعت حس محروس بينده علي. بصيت لقيت واقف اليمه التاني وبينده علي بعزم ما فيه. يا مناره يا مناره تعالي هنا عدي اليمه دي، تعالي ما تخافيش من المي. قمت اني بيني وبينك اتلهفت وكان نفسي اروح له، بس خفت من المي. قالاني ماليش في العوم اخاف اغرق. قلت له يا محروس لا اخاف من المي، تعالى انت اليمادي، تعالى يا محروس، تعالى يمتي. اما جاش ووقف ساكت يبص لي وما اتكلمش، وفضلنا كده هو يبص لي وابص له وما نتكلمش. وفجاه يا عم الشيخ لقيته قام مشمر جلابيته ولففها حوالين وسطه وقرب من المي زي اللي هينزل. قمت انا قلبي اتقبض وخفت، بصيت في المي لقيت سمكه كبيره زي الوحش. خفت وقلت له يا محروس يا محروس اوعى نفسك، اوعى تنزل الميه لحسن فيه سمكه كبيره زي الوحش، اوعى يا محروس. قام هو رجع لورا ووقف، وفضلنا على الحال ده كتير ابص له ويبص لي، وفضلنا كده لا بنتكلم ولا حاجه. حسيت ان بقالنا كتير واقفين مفيش اي حاجه، هو يبص لي وابص له وساكتين. بس يا عم الشيخ وقمت صحيت من النوم وجيت لك. ها ده حلم غريب والله، بس كويس قوي 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 انك ما نزلتيش الميه وما خلتيش محروس كمان ينزل الميه. ليه يا بنتي؟ عشان لو حد فيكم كان اندل الميه في الحلم كانت بل. ايوه كده ايوه كده، اضحكي ابتسمي، دي الابتسامه نعمه حلوه. كده ما بقاش في خشي قدام الناس، ما بقاش يهمك تخلي بنت المفقوصه بتاعتك تضرب خدامتي قدام الناس. ناس مين ده؟ قدام جوزها وعيالها. هي البنت حمديه دي قليله رباي وكان لازم تاخد جزاتها. وهي البنت فاطمه دي اللي هتجازيها؟ ايه يعني عايزانا اسيبها تنضرب وما تاخدش حقها؟ لو النبي صحيح. ايوه امال، اللي يغلط ياخد جزاته، ده شرع ربنا. طب ايه قولك ان البنت فاطمه هتتجمن شعرها في وسط الاهل البلد وهتترقى على صدغها بالشبش؟ ومين بقى اللي هيعمل كده؟ انا يا عتمان. تبقي عبيط، هيقولوا عليك ان انت غيرانه منه وكبدك بيهري عشان انا نصرتها على البنت الخدامه بتاعتك. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده وخلينا في المهم. عرفت علوان كان بيعمل ايه النهارده؟ بيعمل ايه؟ جايب قرطه قياسين وقعد يقيس في الارض. ما يقيس مش كده وبس، عايز كمان يعرف اذا كنت تاني مزور عقد البيع ولا لا. وقف قدامي كده قدام اهل البلد
وتحداني كده كده عيني عينك. ومش كده وبس كمان، أنا بقى لما شتمته وشكمته قال لي خلاص يا عتمان الأرض دي أنا كده كده هاخدها سوا دلوقتي ولا بعدين. شفت بقى احنا وصلنا لإيه؟ اسمعي بقى وجهة النفر للآخر، دلوقتي مفيش ولا واحدة في البلد دي ينفع تجوزها غير البت فاطمة. ليه؟ لأن هي دلوقتي بقت وحدانية ومفيش حد في البلد كلها طايقها ولا طايق يبص في وشها، يعني يوم ما تولد يوم ما تندفي، وساعتها لا حد هيسأل هي فين ولا يهمه غارض في أني داهية. فهمتي ولا أقول كمان؟ يا حافظة يعني أنت لو عرفتي أني بحبك قد إيه هتوافقي طوالي، يعني أني بعمل ده كله عشانك أنت برضه. اقعدي يا ابو العيال. اخلي البت حنان تعمل لك لقمه تاكليها؟ تشكرين يا ست، انا شبعانه الحمد لله. عامل ايه يا ابو العيال؟ اكون عامل ايه يعني؟ بقول لكم ايه يا جماعه، احنا خلاص كبرنا وعدنا الصغيرين، عايزين بقى نتكلم كلام الكبار ونتفق مع بعضينا. صح يا ست، اتكلمي اتكلمي، ما انت كل اللي قلتيه قبل كده حصل بالحرف الواحد. بس هو البني ادم من هنا كده عمر ما بيشوف عيوبه، بيبص ويشوف عيوب غيره بس. كل واحد فينا بياكل في التاني بتمن ومن غير تمن، ببلاش كده ونخاف، نخاف من القوي اللي ايده طايله، مش عشان معاه حق او معهوش، لا دي عشان قوته بس. نقعد ننفخ في قوته دي بجبنني وبخوفني لحد ما تكبر ويقلب فرعون. وفرعون خلى الناس تسجد له، ولو كان الفيل طلب من الأرانب إنها تسجد له وتصلي له كانوا هيعملوا كده. محدش فينا بيشبع مهما أكل، ومحدش بيرتوي مهما شرب من مية، ومحدش فينا خلص من الذنوب، كلنا مليانين ذنوب وشرور. انتي الصح يا ست، وكلامك هو الصح،
بس ليه الغلابة بياكلوا في بعض ويضربوا في بعض ليه؟ عشان مخلوقين لكده. النار عشان تقيد وتعلي بدها قش قش كتير، وانا وانتي واللي زيني القش دي مخلوق عشان النار تقيد وتعلي. مش فاكر ان اخر ما تم يعتبر كده. وانا عيل كنت بحسب اني هبقى راجل ملوي هدومه، عندي بيت كبير وعيال تتشرف بيا، وفي الاخر طلع كله قش في قش في قش. بس يا ابو العيله كفايه، النار اللي انت بتتكلم عليها دي انت ممكن تكون اقوى منها وتاكلها اكل. صدقوني الناس دي ما تستاهلش فعلا غير عدوان. اه والله الناس اللي بتحكمها لقمه العيش ما يستاهلوش غير انهم يجوعوا زي الكلام، يفضلوا ينبحوا 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 لغايه لما يلاقوا حد يرميهم عنه. بص يا ابو العيله وشوف، مش هم دول الناس اللي كانوا دايرين في البلد وعايزين يطلعوني براها؟ مش هما دول اللي ما كانش عاجبهم حالي وغضبانين عليا؟ هما نفس الناس اللي بتاكل من خيرك وعمالين يعبروا اللقمه من بق بعض. هما دول القش، في منه كتير، العين بالعين والسن بالسن والذل بالذل. بس كانوا هما راضيوا بالذل من عتمان، مش لازم نرضى بيها ابدا. جدع يا بنت يا فاطمه، عجباني قوي يا بنت. بس احنا بقى لو اتفقنا سوا هنخليهم يمشوا قدامنا زي الغنم. نفسي احس اني سايق مش منسيان، نفسي احس اني اقوى من اي حد عايز يغصب عليا اي حاجه، نفسي ابقى النار اللي قايده في القش. وأنا النهاردة مسكت الكرباج اللي انضربت بيه قبل كده، مسكته وطرقعت بيه وشفت إزاي إن أمره نافذ، أن مفيش حد يقدر يقف قصاده أبدا أبدا. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا مرحبا يا علواء، يا مرحب، الدنيا كلها خير. يا عم الشيخ محمود، انا عارف ان انت مقامك عالي في البلد، قلت اجي لك تشوف لي حل في الموضوع اللي بيني وبين عثمان اخوي. وعثمان اخوك خد الحد مقام ولا هيبه ولا قيمه في البلد؟ مهما كان انت الشيخ محمود والبلد كلها بتسمع كلام. البلد كلها داي في كفه، وخيك ده في كفه تانيه لوحده. انا قلت اجي عشان ما حدش يلومني على اللي اعمله بعد كده. يلومك على ايه يا ابوي انت؟ راح يلوموك على قعدتك ساكت وانت متفرج عليه وهو طايح في الخلق مشرق ومغرب، يظلم ده ويبطش بده ويتبلى على ده ويقهر ده. يا راجل ده انت ما قمتش اتحركت الا لما قرصك في الورس والطين في طمع الدنيا الزايل.
يا أخي زي ما أنت جاي كده تستجير بيا وعايز نوقف جنبيك، وقف أنت جنب الناس الغلابة، قل له عيب في حاجة ولا قل له حرام في حاجة يمكن يتطعز وياخد بكلامك. ده عديم الدين، ده عايز يطلق البنت الغلبانة من جوزها ويتجوزها هو، ده يا قلة الدين دي يا أبوي. هي اللي طلبت الطلاق شيخ محمود. يا عاد طلبت الطلاق؟ شوف يا أخو، طب يا رايك البلد كلها عارفة إن فاطمة ما تفرطش في جوزها أبو العلا أبدا، ولا أبو العلا يفرط فيها ولا يسيبها. وفين كل البلد ده يا شيخ محمود؟ طالما هم عارفين ده وشايفينه وما قاموش ليه وقالوا لا ده حرام، أنا جاي طالب حق، ما تطلبش مني أدور على حق غيري. حتى لو رحت له هيقول لي هم اشتكوا لك، ولو سألهم هيقولوا له مبسوطين. قول لي بقى أنا ليه هوجع قلبي؟ يا عم الشيخ أنا جاي طالب أرضي ورث ولادي، هاخدها بالذوق أحسن ما أخدها بالعافية. عشان أنا هاخدها إيه؟ يعني هاخدها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان أخوك ما يدي لحد حاجة يبقى يدي لك حقك يا علوان. ودي مش أول مرة تعمل فيها الندر دي، بس المرة دي بقى يا عمدة ده بقى عجل، عجل بحاله يا عمدة عجل. إيه دي؟ عجل بحاله يا ولد؟ ليه كده؟ أيوه، والبلد كلها قعدت تاكل وتدعي لها طول الليل، واللي ما كلش في دارها راح خد لحمة وكل في داره هو وعياله. إيه وهي يعني بتعمل كده ليه؟ لله يعني وللثواب؟ لا، دي مش بتاعت ربنا ومش بتاعت ثواب، هي في دماغها حاجة، هي أكيد بتعمل كده عشان تسكت الناس عن عمايلها. بس حتى لو عشان تسكت الناس، عجل وفتة ولحمة كل يوم ده كتير قوي. بقول لك إيه يا عمدة، لو أنت عايزني في شهادة زور أو حلفان يمين يوديها في 60 داهية، أنا عينيا اللي هتاكل من الدود دول تحت أمرك. غور ياد بيدودك ده وبقرفك ده، يلا قوم امشي من هنا. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ محمود اقعد. الشاي يا ولا؟ الشاي يا ولا؟ لا لا لا، ملوش لزوم الشاي. خلاص ملوش لزوم. ملوش لزوم. روح أنت بقى انكشح. حاضر. بقول لك يا عمدي، كلمتين صغيرين كده يخصوا علوان أخوه. أمانة ما تزعلوا يا شيخ. بيقول لي حتتين أرض عندك من ورث أبوه وعايز ياخدهم منك وأنت ما رضيتش تديهم له. طب سيبك من علوان وقول لي بقى، أنت بتشتغل إيه يا محمود؟ يعني ما تأخذنيش، يعني وظيفتك إيه هنا في البلد دي؟ ويعني أنت ما عارفش يا أتمام؟ لا أنا مش عارف، ولا واخد بالي، ولا فاهم حاجة. أنا حتى بقعد أفكر فيها كده، أقول يا إخوانا ده بيصلي، هو الصلاة دي شغلانة؟ مش عارف أوصل لنتيجة، نورني أنت، فهمني، قول لي عشان أنا بنسى. ماشي يا سيد، أنا إمام الجامع يا عثمان، عايز تقول إيه؟ مين بقى اللي أممك على الجامع؟ يا أبوي ما تقول عايزيها على طول، أنا سامعك أهو، قول اتفضل. أصلاني من كام يوم كده قابلني واحد مستوظف كبير قوي في الوزارة، وقال لي يا عمدة عثمان، هو الجامع اللي حداكوا في الكفر شغال؟ قلت له يعني إيه شغال دي؟ مش فاهمها يعني إزاي يعني شغال؟ قال لي يعني فيه ناس بتروح الجامع، ناس كتير يعني جمهور يعني بيحضروا الصلاة والخطب وكده. قلت له ايوه امال، ربنا يزيد ويبارك، ده حتى الصلاة حلوة وعندنا حتى الشيخ بيخطب خطب ما شاء الله زي الرعد. قال لي والشيخ ده احنا اللي موظفينه؟ الصراحة نسكت. قال لي طب الشيخ ده الخطب اللي بيقولها دي نضمن منين بقى اذا كانت مع مجلس قيادة الثورة ولا ضده؟ أنا الصراحة ما سكتش بقى، قلت له لا أنا في عرضك، دلني نورني أعمل إيه؟ أنا مش فاهم حاجة في الحكاية دي. تلميحك واضح ووصلني يا عثمان. إيه اللي أنت شايفه دلوقتي يعني؟ اللي أنا شايفه اللي أنت لازم تشوفه وتبقى فاهمه كويس قوي وتدوره في دماغك وتعمل بيه. تمام، اللي هو إيه يعني؟ اللي هو إنني اللي مأممك على الجامع، مش الناس زي ما أنت كذبت وقلت إن الناس هي اللي مأممك على الجامع. واني اللي اقدر امنعك انك تدخل الجامع وتخطب فيه، واني اقدر اتخذ اجراءات كتيره قوي ملوش لزوم اقولها لك دلوقتي. تصدق بالله لا اله الا الله، انا غلطان اني جيتك وكلمتك في الموضوع ده وكبرتها. شوف بقى يا محمود، اخويا علوان ده اخويا يعني شقيقي، واللي بناتنا مش عايز حد يتدخل فيه خالص، لا انت ولا غيرك. أنا عارف أخويا وعارف جوانيته إيه وعارف هو بيفكر في إيه وعايز إيه وبيحلم بإيه، وأنا كفيل بأخويا، ويكون في علمك مش هياخد مني مليم أحمر زيادة عن حقه، وحقه هو اللي أنا أقول عليه. عندك حاجة؟
انا مالي بيكوا واخوك، ما تصطفوا مع بعض، مش ده الموضوع اللي بقى يهمني دلوقتي. امال ايه اللي يهمك دلوقتي؟ شوف عادي يا عمده، انا زي ما انت بتقول كده لا شيخ معيناه الحكومه، ولا بشتغل حدا مجلس قياده الثوره، ولا انا واحد معمم نفسه ماشي في البلد لكل اللي قابله يقول له ايتين، ولا انا درويش اما ياخد العطايا من الناس عشان يديهم الرضا والبركه. انا واحد من عباد الله يا عثمان، ويلزمني كلمتين اقولهم لك، وامانه عليك ما تنساهم يا شيخ. انا خلاف كل الناس اللي حواليك دي يا عثمان. ايوه، عارف ليه؟ عشان ما بخافش الا من اللي خلقني واللي انا مؤمن بيه. يعني ما بخافش من عيار طايش ولا غفير يشعل النار في بيتي وتقولوا قضاء وقدر. وسلام عليكم. سلام. مع السلامة يا زفت، أهو ده اسم مؤقت على ما نلاقي لك اسم نديلك بيه. أنت يا غفير. أؤمر يا عمر. أقعد هنا كده قول لي البت راوية كانت ذبحة إيه؟ عجل يا عمدة، عجل. تعالى اما اقول لخولي تعالى. يا بنتي تهدي شويه، ده العين فرقت الحجر، ما تيجي شايفاها كل شويه تبص على بطنك هتموت وتعرف ايه اللي جواها. يا لهوي بالي. لا يا اختي، انا هروح داري واعمل نفسي عيانه ومش هقدم هنا تاني. ايه؟ لا انا بقول لك كده بردك عشان تمشي وتسيبيني يا شيخ بلاويها لوحدي. لو المصحف لو مشيتي لكون قايله لست حفيظه ان انت مشيتي عشان خايفه على بطنك من عينيه. ليه كده يا اختي؟ خدي يا بنت انت وهي. ايوه يا ست حفيظه. ايوه حاضر جاي اهو. ايوه يا ستي. ايوه يا ست حفيظه. خلاص حاضر. تاخدي المقشه وتكنسي لي الدار كله. طب والخبيث يا ست حفيظه؟ وانت مال اهلك ومال الخبيث؟ الملدوعه دي هي اللي هتكمل. وانت خوري. وانت تخشي الزريبه وتلمي لي الزريبه كلها. هي حاضر عينيا حاضر. وتلمي الجلي وبعد كده تلمي لي فرش البيت كله وتغسليه. ايوه وهتغسليه تاني. هغسله مرتين يا ست حفيظه. الشرطه تغسليه 10. انت تخرزي وتروحي تلمي لي الحجب وطلعي لي فوق السطوح. وهنقيد الفرن بإيه يا ست حفيظ؟ هتنزليه تاني. امشي غوري. حاضر. يا حنان
يا نعمان. روحي نادي ابو العيله خليه يطلع وجهزي لنا الغدا اوام. الغدا جاهز على الغرف يا ستي، وابو العيله احتوى لسه خارج. خرج راح فين؟ روحي اندهي له اوام. يلا فرري. حفيظه يا لهوي الوليه مولعه نار. انت يا بنت ايه يا ستي؟ فاهمي لا هاتي بسرعه. فاهمي لا وسايبينها كده؟ عايزين يموت عشان تاخد فلوسي. فلوسك؟ اخلف عيال كتير يملوا الدار كله. انت يا حفيظه انت يا وليه فوقي. يا شيخه ده انت طفشت عزرائيل. قومي كاتك نصيبه خضتيني عليكي. قومي يا وليه فوقي حفيظه. ايه ده انت بتعملي ايه يا وليه؟ انت بتخضعيني يا فهيمي، بتخضعيني عايزه تموتيني يا فهيمي كده يا فهيمي. يا وليه بنفوقك يا وليه، ده انت كنت مسرقه ومفرفره في ايدينا دلوقتي كاتك الهم. مين دي؟ انت كنت سخنه مولعه. امشي اطلعي بره ومالكش دعوه بيا. امشي اطلعي بره يا بنت انت وهي، تعملي ايه هاني؟ امشي اطلعي، انت عايزه تموتيني يا فهيمي، عايزه تاخدي فلوسي يا فهيمي. يا وليه ده انا كنت بفوق فيكي خير انت تعمل شر انتلقى. اخص عليكي يا بنت بيعت الدود، امشي بردي. انا الحق عليا اللي جيت افوقك، كنت تسيبي كده اسيبك تموتي كده وتفرفري. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك. جاتك الهم، جاتك تقلق عليكي يا بنت بيعت الدود يا معفنه. مش هموت وقعد على قلبك يا فهيمي. ايوه اما كل اللي هي تطلبه تجيبه لها. ايوه ما تستخسرش فيها حاجه ابدا. ايوه اما انا كنت ممكن ابعتكوا البندر تشتروا الحاجات دي من هناك، قلت لا لازم نبطه تروح بنفسها مصر تشتري حاجتها بنفسها عشان تجيب حاجات مش اي حاجات، حاجات تخلي كل اهل البلد تحكي وتضحك عنها. ايوه اما وبالمره بطلت تتغير جو كده وتتفسح. يسلم لي يا اخويا لسانك العسل ده، بس معلش يعني الاوله شارت اخره نور. حكي معني عارفه الشيخ مبروك ده يموت في الحمرقه زي يعني، لازم اتاكد عليه من دلوقتي اني اللي اشاور عليه يجيبه لي على طول من غير ما يقول لي لا ده غالي ولا ده رخيص والحبتين دول. واني في ايه بس اللي هيقوله لهم ده هو اللي هيحصل يا فاطمه؟ إيه عدم المؤاخذة قصدي يا ست فاطمه. ايوه وانا عندي كام ست فاطمه؟ شوف اللي تشاور عليه بصباعها الحلو دي يكون في ايديها في التو والحال من غير كلام كده خالص. وكمان يعني بخصوص الشبكة، انا كنت عايزة شبكة عيار 24. ايه زورت يا و25 و29. ايه ايه ما كنتش انت اللي تتشبكي بالذهب اللي عياره فالت؟ مين بقى اللي تتشبك؟ وعايزة كمان فستان عشان الشبكة، وفستان عشان كتب الكتاب، وفستان للدخلة، وفستان كمان للصباحية. ايه 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 لزومه ده كله؟ لا بصي احنا هنعمل كتبة وشبكة كتاب كده وندخل على طول. يا سلام. ليه؟ هو اني كل يوم هتجوز عمدة؟ ده هو عمدة واحد بس، واني كمان ما حلتيش غير قلب واحد بس. يا لهوي يسلم حنكك اللي بينقط شهد ده يا عسل ابيض انت. وبعدين يا عمدة ما هو كله ليك في الاخر، هو أنا يعني لا سمح الله هلبس ولا حقل على حد غيرك؟ طيب استاذن أنا بقى عم. استنى هنا يا شيخ مبروك، أنا لسه ما خلصتش اتفاقات، وبعدين أنا عايزاك تبقى قاعد وشاهد على كل حاجة. لسه ما جبناش سيرة الفرح. ماله الفرح؟ عايزين نعمل فرح البلد تحكي وتتحكى بيه. أيوة أمال إيه؟ ماشي نعمل. وكمان عايزة أوضة نوم جديدة. ولا أنت فاكرني يعني إني حرضة أدخل على فرش حفيظة؟ لا حفيظة ده حتى يبقى فال وحش. ايوه امال ايه، وتجيب نظيمه كمان هي اللي تعجن عجينه الحنه، وكل اهل البلد يتازموا في الحنه والفرح ويجوا يقدموا الهدايا وينقطوني كمان.
ايوه هو العمده هيعزم، واللي يجي يجي واللي ما يجيش عنه ما جه. ايوه انا مش هقدر اغصب على حد يعني. وليه يعني يا اخويا ما تغصبش عليهم؟ ده انت كبيرهم وعمدتهم وولي نعمتهم وراعي مصالحهم، لازم ان يجوا كلهم ويجاملوك وينقطوك بالغالي. ايوه يبقى لازم كله يجي بالامر. ايوه طبعا كله يجي بالامر، والنقطه تبقى معايا. تاخد النقطه ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده؟ هو ايه اللي ازاي يا عمري؟ هو انت هتاخد مني نقطتي تديها لحفيظه؟ لا دي حفيظه اللي هتجيلها نقطه. ايوه امال ايه؟ وبعدين يعني مش هحطها في جيبي، ده انا هاخدها واروح بيها للدلاله عشان اشتري بيها حاجات يعني حريمي كده، انت ما تعرفش عنها حاجه، ولا حفيظه كمان شافتها ولا لبستها ولا سمعت عنها قبل كده. سيبنا لوحدينا شويه. ها؟ سيبنا شويه لوحدينا. طيب. الحق يا حضره العمده. ايه يا نيله؟ الست حفيظه مالها؟ واقفه صاغ سليم، طبت قطعت النفس. ماتت؟ يا ألف نهار أبيض، حفيظة ماتت يا وش السعد يا وش الهاني. حفيظة ماتت. يلا يا ولد يلا هم.